Thank <laughs> you. السلام عليكم صباح الخير خلصت معاكم المحاضره الماضيه اللي هي الفوليوم الـ الـ والكاباسيتيز إذا بتتذكروا قلنا في عنا أربعة فوليومز اللي هن التايدل فوليوم اللي هي كمية الهواء اللي بأخدها وبطلعها بكل نفس في انسبيرتري ريزيرف فوليوم كمية الهواء الزيادة اللي بقدر أنا آخذها فوق التايدل فوليوم إذا أنا عملت فورسفول انسبيريشن في كمان شيء اسمه الاكسبيرتري ريزيرف فوليوم كمية الهواء الاكسترا اللي بقدر إني أنا أطلعها فوق التايدل فوليوم إذا عملت فورسفول اكسبيريشن واخر اخر فوليوم اللي هو عباره عن الريزيدوال فوليوم الريزيدوال فوليوم هي كميه الهواء اللي بتضل موجوده عندكم في اللنج حتى لو عملتوا فورس والاكسبيريشن هاي بتضلها موجوده في اللنج وهاي بتمنع اللنج كولابس سامعيني منيح والصوره جايه عندكم اه مسموع عن دكتور نعم هلا بدي آه، اجي بس علي الصوت شوي عندي هلا بدنا نيجي ل آه، ليش هدول انا بعنوني اني آه، 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 ادرسهم يعني في شغله بس صغيره بدي افهمكم اياها كامراض ماشي وبس اللي بحكيه هون هو اللي مطلوب منكم هلا في امراض بنسميها obstructive disorder وفي امراض بسميها restrictive disorder شو يعني obstructive obstructive انه في شيء في الاير واي مسكر على الهواء في الدخول والطلوع عشان هيك الهواء ما عماله بيدخل او بيطلع بشكل الصحيح الرسالة الأولى إنه عادة إن الهواء في الدخول لو كان في obstruction ممكن يحاول يضغط على حاله يفوت ليه؟ لأنه في الدخول بيكون الضغط من برا عالي فبيحاول يدفع الهواء حتى لو في كان obstruction ويتعدى هذا الأوبستراكشن. هلا لما أجي أطلع الهواء من جوا المشكلة أنتو لما كيف بتطلعوا الهواء بتضغطوا على اللنج عشان تطلعوا الهواء فهذا الحكي بزيد يعني درجة الأوبستراكشن كأنكم أنتو بتساعدوها في الغالب المشاكل فيها obstruction بيكون المشكله في خروج الهواء اكثر من دخول الهواء واحيانا اذا الـ Obstruction بيكون كبير ممكن تصير المشكله في الدخول والخروج اثنين في الريستريكتيف ديس اوردر مش انه في Obstruction انه اللنج خسرت الالاستيسيتي تبعتها او في مشكله بالثوراسيك كيج فقدرتها على أن تن انها تنتفخ لكل فرق برشر معين مش موجوده شو اللي بيصير انه حتى لو اعطيت فرق برشر حتى احاول أدخل, ادخل ادخل يعني هذا الهواء ما راح تقدر تنتفخ بالشكل الصحيح لانها فقدت الالاستيستي الموجوده عندها في الجدران تبعيتها او الثرس الكيج مانعها. هلا في مصطلح هدول اللي لازم تعرفوا لي اياهم، في شيء اسمه فورس فايتال كاباسيتي، شو يعني فورس فايتال كاباسيتي؟ هذه انا بخلي المريض ياخذ نفس بقوه ويطلع نفس برضه باقوى ما عنده فهون شو بيكون عمل معناها بده يطلع لي تايدل فوليوم انسبيرت ريزيرف فوليوم وايش كمان والإكسبايرت ريزيرف فهون بطلع اللي هي الفايتال كاباسيتي فليش بسميها فورس فايتال كاباسيتي لانه بستخدمها بقوه اثنين في شيء اسمه الفورس اكسبيرت ري فوليوم ان 1 سكند شو هو الفورس اكسبيرت ري فوليوم اللي هو الفي اف اي في 1 اللي هي قد كميه الهواء اللي بتخرج عندي بهذا من الفورس فايتال كاباسيتي بس باول ثانيه من الاكسبايريشن. هلا احنا عاده لما بناخذ نفس قوي ونطلع نفس قوي باول ثانيه من الاكسبايريشن بنطلع حوالي 80% من الفورس فايتال كاباسيتي عشان هيك قالوا معناها لازم اخذ ريشيو بقول الاف اي في 1 على الاف في سي. في النورمال بيرسون هذا الريشيو لازم يكون حوالي 80%. بدي اجي للمريض اللي عنده obstructive disorder قلنا عنده مشكله بالهواء انه خصوصا بخروج الهواء هلا شو بصير في الفورس فايتال كاباسيتي نورمال اور سلايتلي انكريز سوري سلايتلي ديكريز هلا لما هو يعطي على على فتره ط... يعني يضل يشد على حاله حتى يطلع الهواء في الاخر راح يطلعه فعشان هيك ممكن تكون الفورس فايتال كابسيتي طبيعيه او شوي صغيره تكون قليله ماشي لكن مش كتير مين اللي بتاثر اكثر شيء اللي هو الفورس اكسبيرتري فوليوم في 1 سكند اول اول جزء عاده لانه بيكون اصعب شيء اني اطلعه فهذا بنزل عن الطبيعي عشان هيك لازم تعرفوا اذا عملت الريشيو هذا الفورس اكسبيرتري فوليوم ان 1 سكند على الفورس فايتال كابستي بتكون قليله في المقابل التوتال لانج عند هدول المرضى بتكون نورمال او سلايتلي إنكريس ليش سلايتلي إنكريس لانه في كميه من الهواء ممكن تضلها جوا وما تطلع في كل مره بيعمل فيها اكسبيريشن بسبب الاوبستراكشن وإشي تاني مهم انه الريزيدوال فوليوم اللي بضل عماله جوا اللانج بزيد هلا هدول بدي استخدمهم عشان اميزهم عن المرض الثاني اللي هو ريستريكتيف ديس اوردر في الريستريكتيف ديس اوردر المريض مش انه الهواء مش قادر يفوت المشكله انه اللنج نفسها مش قادره تنتفخ فشو بصير بنظركم هل الفوليوم اللي باخده بطلعه رح يكون قليل ولا آه ولا كثير اللنج مش قادره تنتفخ لانه فيها ايش مشكله في الالاستيسيتي او في الجدار اه يا مؤمن قليل <applause> بكون قليل نعم بس اللي بفوت يا مؤمن اللي بفوت واللي بيطلع راح يكونوا قلال ليش انه اللي نعم. فايت اصلا شو ماله يا مؤمن اه مش ما سمعتش منيح ايش اللي اللي دخل على اللنج اصلا ككميه لانها هي فيها قليل قليل وبالتالي اللي راح يطلع كمان راح يطلع قليل بيكون قليل. قليل عشان هيك الفورس فايتال كاباسيتي شو بدها تكون طلعوا هون نورمال او سلايت ديكريز شوي بس اما هون بتكون كثير قلت ليه لانه اصلا كميه الهواء اللي دخلت قليله فبالتالي راح يطلع برضه قليل الفورس اكس بايراتري فوليوم في 1 سكند برضه راح يكون قليل عشان هيك اذا عملتوا الريشيو الريشيو شو بده يكون نورمال اور سلايتلي انكريز ليش نورمال اور سلايتلي انكريز نورمال لانهم الاثنين قالوا فما انهم التنين قالوا فالنسبه بيناتهم بتضلها طبيعيه او شويه ممكن يزيد ليه لانه اللي 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 يعني انه قديش قل الفورس <applause> بايراتري كاباسيتي اكثر من ما قل الفورس اكس بايراتري فوليوم هلا هون لازم ما تنسوهوش ليش قال له؟ مش لانه مش قادر يطلع لا لانه اصلا كميه الهواء اللي عم تتعبى فيها اللن قليله لانه في عندها Restrictive ديس اوردر التوتال لن برضو برضه راح تقل والريزيدوال فوليوم راح يقل لانه اللن ما قلت لكم مش عمالها بتتوسع بالشكل الصحيح هلا اهم شيء الريشيو ما تنسوش انه الاف اي في 1 على الاف بي سي هون بيكون قليل هون بيكون نورمال او سلايتلي انكريز هون التوتال لان نورمال اول انكريز ريسيدوال فوليوم انكريز هون التنتين بيكونوا قلالات عشان هيك كمان ملاحظه اذا باجي بعطيك ريشيو اف اي في 1 على اف بي سي وبكون طبيعي مش بالضروره المريض يكون طبيعي ممكن المريض يكون نورمال او ممكن يكون عنده ريستريكتيف ديس هلا اذا عنده مرض بتيجي بتقولي معناها اعطيني القيم هدول الاصليات عشان اشوف قديش هن مقارنه للطبيعي للبيرسون الطبيعي حتى اقدر اقول انه هذا البيرسون هو طبيعي ولا ولا شخص عنده مشكلة عشان هيك طبعا شوي قلت لكم ضروري جدا ال FAV1 وعلى ال FVC انه احنا في النورمال بيرسون ال FAV1 على ال FVC حوالي 8 بالعشرة او 80 في المية يعني لانه احنا من معظم الهواء اللي احنا مندخله في الفورس فايتال كاباسيتي منطلعه باول ثانية من الاكسبيريشن الناس اللي عندهم obstructive lung disease زي الازمة هذولا او في فرن او اي شيء م... او تومر مسكر الاير واي الاف في سي 1 والاف F... الاف اي في 1 بتقل لكن هالاف في في 1 هي والاف بي سي ممكن تقل شوي لكن الاكثر بتقل الاف اي في 1 فالريشيو هذا بصير ماله اف اي في 1 على الاف بي سي بما انها البسط يعني قل راح يقل هلا في الناس اللي عندهم ريستريكتيف ديز اوردر بكمية الهواء اصلا اللي داخله قليلة فاللي طالع قليل عشان هيك التنتين الاف بي سي والاف اي في 1 التنتين بيكونوا قلوا وبالتالي الريشو بيكون طبيعي او سلايتلي انكريز وزي ما قلت لكم ليش سلايتلي انكريز لانه الاف بي سي بتقل اكثر ما يقل الاف اي في 1 وهدول لازم ما تنسوهوش انه كل واحد فيهم آه شو بدلني حتى اعرف انه هذا المريض عنده ريستريكتيف آه ولا ايش ولا obstructive disorder هذا التابل بس تطلعوا عليه انه في زي انه بس المصطلحات يعني مثلا اي تي هو التايدال فوليوم فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اكسبيرتوري ريزيرف اللي هو كيف اختصرهم هذول هذول لازم تعرفوهم انها كل وحده فيهم اختصار لايش هذول بس هون للجازز هون راح اخذ كم وحده منهم لقدام انا ب... مع الجاز اكسشينج والشيء اللي بس لازم ما تنسوه انه كيف تقدروا تحسبوا الكاباسيتي يعني شو معناها الفايتال كاباسيتي ممكن اخذها انسبيرتوري ريزيرف زائد تايدل فوليوم زائد expiratory ريزيرف بقدر احسبها بطريقه ثانيه اللي هي inspiratory كاباسيتي زائد expiratory ريزيرف اللي هي جايه من وين؟ من هدول اللي موجودين عندكم هنا لانه انتم ما تنسوهوش هي الفايتال كاباسيتي فايتال كاباسيتي inspiratory مع تايدل واكسبيراتوري ايش ريزيدوال كاباسيتي بقدر احسبها بطريقه ثانيه ما هي عباره عن inspiratory كاباسيتي زائد مثلا اللي هو فانكشنال سوري الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم يعني لأنها هاي هي كلها هاي vital capacity هي عبارة عن inspiratory ريزيرف زائد tidal volume زائد expiratory ريزيرف. بقدر أقول تساوي inspiratory capacity زائد expiratory ريزيرف volume بقدر أقول كمان مثلا total lung capacity اما بتقولوا فايتال كاباسيتي اللي هي هيك زائد ريزيدوال فوليوم او بتقدروا تقولوا هي انسبيراتوري كاباسيتي زائد مثلا اللي هي فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي فهدول لازم تكونوا عارفين كيف كيف انهم من وين اجى الجمع تبعهم حتى لو سالتكم عنهم تقدروا تقولوا كل وحده ماذا تساوي هلا اذا احنا اخذنا كيف انا قلنا كيف بدي اعمل إنسبايريشن قلنا انا بدي ازيد حجم الثوركس بقلل ضغطه فبالتالي بصير ضغط الهواء اعلى من ضغط الالفيولاي فبدخل الهواء في الاكسبيريشن بعمل العكس هلا بدنا نيجي نحضر انه احنا نعمل الغاز اكسشينج وبالتالي انا بدي اشوف نتعامل مع كميه الهواء قديش كميه الهواء اللي رح توصل لللنج قديش اللي رح توصل مكان الغاز اكسشينج انه اتفقنا في اماكن ما بتعمل جاز اكسشينج عشان هيك في مصطلح اسمه المينت ريسبيراتوري فوليوم شو معنى معنى من الريسبيرتوري فوليوم هي كميه الهواء النيو اير اللي بتوصل للريسبيرتوري بسجز بكل ايش دقيقه فيعني لكل الاير ويز اللي موجوده عندكم فهذه اسمعوني هون في منت ريسبيرتوري فوليوم في كمان شوي رح تشوفوا كلمه اسمها الفيولار فنتيليشن في المينت ريسبيراتوري فوليوم كل الهواء اللي بيدخل للاير ويز بغض النظر وصل للكوندكتيف ولا للريسبيراتوري بارت كل الهواء اللي داخل فماذا يساوي؟ بيساوي قديش انتم بتاخذوا بتطلعوا بكل نفس مضروب قديش عندكم ريسبيراتوري ريت هلا فشو هو التايدال فوليوم؟ قلنا كميه الهواء اللي باخذه بطلعه في كل اكسبيريشن اه اكسبيريشن. هلا بشكل عام احنا التايدل فوليوم اللي بناخده حوالي 500 وعدد ال... في النورمال بيرسون يعني ات ريست تقريبا عند 12 بريثز بير مينيت طبعا هذا الحكي لما اجي اول اضرب معناها ال 512 في تقريبا احنا في الدقيقه الواحده كميه الهواء اللي بتفوت وبتطلع من الايرويز حوالي 6 لتر هلا احنا طبعا بنقدر نعيش شوي اذا قللنا هذه الكميه او اذا كمان زدنا انه المريض يعني يصير عليه كتير لود انه يزيد عدد المرات اللي باخذ فيها النفس يعني فاحنا ممكن نعيش حتى تقريبا لعند واحد ونص لتر في في المنت يعني كثير تقل من 6 لتر يعني تخيلوا ننزل لواحد ونص لتر لدرجه انه يكون بس ياخذ نفسين لاربع في الدقيقه، لكن ما, ما, ما تتخيلوا انه بعيش فتره طويله يعني على هاي الشيء، لازم انه انا اتدخل هون حتى ارفع الريسبيرات الريت او احسن منه بطريقه او باخرى احطه على فنتليتر حتى ارجع النفس للطبيعي. كمان during uh, exercise احنا بنزيد ال ريت rate لدرجه انه ممكن يوصل uh, يعني كتوتال عندي من 40 ل 50 بير ماشي ال ريت rate والتايدال فوليوم ممكن يكون طبعا ازيده كثير لحتى يوصل للفايتال كاباسيتي حوالي 4600 ملليلتر ليه؟ لاني اروح اخذ انا زي ما قلت لكم فورسفول انسبيريشن اخذ بكميه كبيره طبعا أنتم ممكن تزيدوا بشكل كبير الريت يعني وتزيدوا الكمية الهواء اللي بتاخدوها لكن ديروا بالكم هاي الاشي بالنسبة للعضلات. لجسمي يعني عضلات الريسبيرتوري هون هذا بتزيدوا عليها لود فما بتقدر تكمل يعني تقعد على هذا الحكي فتره طويله يعني بما معناه افهموا انه الريسبيروتوريز اذا زاد كثير مشكله واذا قل كثير كريت يعني مشكله قل كثير كريت فيش اكسجين سبلاي جود للجسم وبالتالي بالنسبه لنا هذا فيري باد والسي يعمل اذا بتزيدوا الريت بشكل هائل العضلات في البدايه بتكون تستجيب لهي الزياده في الريت انه تضلها شغاله لكن بعدها بتصير فيها فتيك وممكن توقف عن العمل هلا عشان هيك بدنا نيجي للريسبيراتوري سايكل شو معنى ريسبيراتوري سايكل زي ما اخذتوا الكارديك سايكل كنا نقول كل الايفنت اللي بتحصل من 1 بيت ل 1 بيت هون بدنا ناخذ اللي هي الباترن اوف بريثينج شو اللي بيصير انه باخذ انا انسبيريشن واكسبيريشن شو كيف بيتكرروا هذول هلا كل كل سايكل كيف كنا نقول في الهارت في عندكم سيستول ودايستول، هون في الريسبيرتوري سايكل في عندي انسبيريشن واكسبيريشن شو الباترن؟ شو الفيسيولوجيكال باترن اللي انا بتطلع عليه فيها؟ لازم احدد فيها الريت والديوريشن والدبث، ماشي؟ لازم تكونوا واعيين شو يعني نورمال سايكل، في النورمال سايكل الريت شو معناه؟ قديش عدد السايكل هدول بيكونوا في الدقيقة؟ بين احنا افريج بين 12 ل 18، ماشي؟ هذا في النورمال، إذا الشخص غير طبيعي طبعا هذه بنسميها إيو ايوبنيا انه انا في النورمال يعني ما في عندي لا زياده ولا نقصان في الريت هلا في اذا كان عندي اكثر من 15 بنسميه ايش تكبنيا زي كيف تكي بس هون تكبنيا لانه ريسبيراتوري ريت واذا كان اقل من 12 بصير عنده برادبنيا انه اقل عنده الريسبيراتوري ريت هذا واحد تنين الديوريشن قديش السايكل كل واحدة من هدول السايكل بتقعد تقريبا الانسبيريشن بين واحد ونص لاثنين سكند ماشي وهذا الحكي نفس الاشي للإكسبيريشن وفي بوز صغير بيكون برضو موجودين بيناتهم حوالي تو سكند علشان هيك يعني باخذ انسبيريشن بوقف شوي بعمل إكسبيريشن وبعدين ايش ببلش كمان نيو سايكل طب شو كميه الهواء؟ اذا اخذنا الريت واخذنا الديوريشن، طب شو الدبث؟ قديش شو يعني الدبث؟ قديش الكميه اللي انا باخذها في كل نفس؟ برضه برجع للنورمال سايكل انا بقول ما بحكي لا اكسرسايز ولا مريض عنده اي مشكله، النورمال سايكل الدبث حوالي 500 ام اللي هو التايدل فوليوم. هلا during the phonic respiration شو يعني phonic respiration احنا قلنا انه جزء من من عمل جهاز التنفس هو عبارة عن ايش اللي هو vocalization انا بحكي ان لما الهواء بصير يطلع ويحرك الفوكال كورس طبعا احنا بنحكي during expiration هلا او الصوت بيطلع يعني during expiration ففي الفونيك ريسبيريشن لما انا يعني بريثنج during speech الانهاليشن تايم بيقل ليه؟ لانه احنا لما نضل لما بنحكي بنحكي احنا بنطول في الاكسبيراتوري فيز الموجود عندنا عشان هيك انا بقلل من الانهاليشن تايم وبزيد من الاكسهاليشن وان واضح اذا عندها ريت 12 ل 15, -15. الديوريشن قديش للسايكل 1 ونص سكند للانسبيريشن وزيهم للاكسبيريشن بعدين بوز صغير تقريبا في 2 سكندز قديش الدبث للبريثنج يعني قديش الكميه اللي بتاخذوها في النورمال سايكل انا باخذ 500 ال اللي هو عباره عن التايدل فوليوم طيب هلا اخذنا قلنا انهم تدخل الهواء وتوصله قلنا بتتوصل اللي هو من الريسبيرتوري فنتيليشن اللي هو عباره عن 500 اللي هو التايدال فوليوم مضروب في الريسبيرتوري ريت اللي هو 12 الشيء الثاني لازم نتعلمه طب عشان هي تضلها توصل هاي الكميات لازم تضلها بيتنت الاير ويز في عده شغلات بتساهم بتساهم انه الاير ويز ما ما تسكر اول شيء اللي هي وجود الكارتليج متذكرين الكارتليج السرنج اللي موجوده عندكم اثنين اللي هو ترانس بالمونري بريشر اللي حكينا هو فرق ما بين البولر برشر والبلورر براشر هدول محل ما فيش شيكارت ليش هو كافي انه يعملكم آآ آآ يعني يمنع هذا الحكي انه يمنع انه يصير عندكم كولابس الاشي الثاني كمان في الالفيولاي ما تنسوش الـ او في ناخد كمان البلورة كبلورة البلورة عنده نيجاتيف بريشر فهذا بيساعد انها تضلها مفتوحة وهذا بيشارك في الترانس بالمونار بريشر كمان في عندكم جوا اللانج اللي هو الريزيجوال فوليوم برضه وجود الريزيجوال فوليوم بيمنع انه يصير عندي كولابس وكمان وجود السيرفكتنت بقلل السيرفس تنشن وبالتالي بمنع ان الالفيولاي كالفيولاي نفسه يصير عندها كولابس هلا دائما لازم ما تنسوا انه اي مناطق في التريكيا والبرونكاي اللي بيكونش فيها كارتليج بيكون فيها ايش فيها سموث مصل هذا الحكي مهم ما عدا طبعا هذا الحكي دائما موجود ما عدا في التيرمينال برونكيول والريسبيراتوري برونكيول Uh, ليش طبعا هذا الحكي لانه وجود السموث مصل معناها اي اريتيشن اي فاكتور يحفز السموث مسل تعمل كونتراكشن في هاي الاماكن شو راح يصير راح يصير عندي مجال لانه uh, uh, تضيق هاي الايروي وهذا احد الاشياء اللي بنشوفها في الازمه بحالات الاليرجي حالات انه الواحد يعمل اسبايريشن لشيء فورن غير ما انه يسكر هو بحد ذاته كمان السبازم اللي بيحصل. هلا الريسبيرتوري البرونكيولز uh, بتختلف عن الـ الـ اللي هي يعني الاماكن اللي بده يصير فيها الاكسشينج انها مينلي فقط فيها بلمونر ابيثيليال سيلز ماشي وتحتيها في فايبرس آه تشو وشويه قليله من السموث مصل ما عندها كثير من السموث مصل الريسبيرتوري البرونكيول هلا والممانعه تبعتنا اكثر شيء بتكون للهواء عاده بتكون آه آه في اللارج اير ويز اكثر من الـ من السمول اير ويز يعني تريكيا رايت مين برونكاس ليفت مين برونكاس هدول بمانعوا دخول الهواء اكثر من السمول ويز هلا لنيجي طبعا عشان هيك الكنترول للدياميتر مهم تعرفوا واحد انه تحت تاثير السمبثيتك والباراسمبثيتك سيستم طبعا ما تنسوش انه السمبثيتك ستيميليشن بيعمل ريلاكسيشن للسموث مصل اللي موجوده في جدار الاير ويز فبيعمل برونكو دايليشن الباراسمبثيتك ستيميليشن بيعمل لاكس عشان هيك اي شيء يحفز السمبثيتك بيوسع القصبات الهوائيه واي شيء يثبط السمبثيتك او يحفز الباراسمبثيتك بيضيق القصبات الهوائيه كمان وجدوا انه الاريتيشن مثلا غاز سيجارت سموكينج انفيكشن الدست كل هاي الشغلات بالمدى امبوليزم لما يصير عندكم تخثر في اللور Limbs في الفينس بارت يعني ويصير يبعثوا شاور من الامبولس على على البلمونري فيزل هذول بيعملوا بحفزوا الباراسمباثيك سيستم فشو بروح بيعمل في الاير واي بيعمل برونكو سبازن. كمان الاريتانت بشكل عام ممكن تعملكم تاثر بشكل مباشر على اللنج بشكل لوكال يعني وتعمل للسموث مصل اللي موجوده في جدار الاير ويز تعمل برونكو كمان في ممكن يكون فاكتور زي هرمونال فاكتور ممكن برضه تساعد في هذا الحكي يعني مش بس نيورونال زي الهيستامين كثير مهم تعرفوا الهستامين الـ الهستامين لما يصير له ريليز قلنا هو شو بيعمل في الفيزل في الفيزل بيعمل بازو دايليشن وبزيد الكابيلاري بيرميبيليتي يطلعوا كيف الايفكت له حسب المكان اللي فيه حسب السيجنال تبعته في الفيزل بيعمل بازو دايليشن اما في البرونكيال تري بيعمل ايش برونكو كونستريكشن يعني ايش آه انه بيضيق القصب الهوائيه لانه بيخلي السموث مصل اللي موجوده في جدار القصبات الهوائيه شو تعمل كونتراكشن فبدل ما يزيد دخول الهواء بقلل دخول الهواء عشان هيك هذه احد المشاكل كيف بموتوا المرضى مع الالرجي القصبات الهوائية متضيقة وعندهم إديمة لأنه الفيزل عمالها يعني في فازو دايليشن وفي كبلي ريبير عالية فمعناها هلا في هواء داخل كتير وكمان الهواء اللي عماله بدخل ما بقدر يعمل جاز اكسشينج كافي لأنه, لأنه, عندي أنا بالمونري إديمة هلا إذا نيجي للمصطلح الثاني، إذا أول مصطلح أخذنا اللي هو ريسبيرتري منت ريسبيرتري فوليوم أو فنتيليشن، قلنا قديش كمية الهواء التوتال اللي بتدخل للإير ويز بغض النظر للريسبيرتري ولا الكوندكتيف بارت وشو سميناهم هدول؟ هدول قلنا أعطوني اللي هن أو شو كميتهم اللي هي 500 اللي هي التايدل فوليوم بتضربوه في الريسبيرتري ريت. اثنين بدي اجي لمين للالفيولر فنتيليشن شو معنى الفيولر فنتيليشن لما بقول لكم الفيولر فنتيليشن شو معناها وين وصل مين للهواء للالفيولاي الالفيولاي نعم يا مؤمن للالفيولاي معناها وصلت انا الهواء للالفيولاي يعني وين يا مؤمن لمين الكوندكتيف ولا للريسبيراتوري زون ريسبيراتوري ريسبيراتوري زون معناها وصل المال للريسبيراتوري زون في المينت ريسبيراتوري فوليوم انا بس اخذت كل الهواء اللي دخل بغض النظر بس للاير ويز اللي هي كوندكتيف ولا ريسبيراتوري انا باخذ 12 نفس في الدقيقه الفوليوم اللي باخذه 500 ضربت 500 في 12 ماشي هلا لما نيجي ليش انا بدي اروح للالفيولا فنتيليشن انا بدي اشوف الهوا اللي بوصل للاماكن اللي فيها البيولاي لانه هدول اللي بيعنوني في الجاز اكسشينج، الديد سبيس ما راح يساعدني، ما راح يساعدني في الجاز اكسشينج. عشان هيك وين الاماكن اللي فيها البيولاي اللي هن الالفيولا ساكس والالفيولا داكت والريسبيراتور برونكيولز بدي اشوف قديش في هواء جديد كل قديش بوصل هدول يعني قديش كميه الهوا اللي بتوصل لهم في الدقيقه، ماشي؟ فالالفيولا فنتيليشن لو اجيت سالتكم يلا يا مؤمن معناها الالفيولا فنتيليشن قد ايش كميه الهواء اللي رح توصل للالفيولاي هدول في دقيقه شو بدك تقول يا مؤمن هل هن 500 في 12 ايه اه لا اذا انا بدي اقول لك لا هنا مش 500 في 12 هلا هل ال 500 اللي بفوتوا كلهم بوصلوا للالفيولاي ايه لا ولا شو بضل جزء منهم بضلوا في الكوندكتيف بارت ماشي بضلوا في الجزء الاول علشان هيك شو سميناه انا وياكم المره الماضيه سميناه ديد سبيس الكوندكتيف بارت عشان تحسبوا الالفيولار فنتيليشن تعالوا شوفوا شو لازم تعملوا الديد سبيس قلنا في اماكن تذكروا ديد سبيس كلمه ديد سبيس او فسيولوجيكال ديد سبيس قلنا كل مكان بوصله هواء وما بوصله بلد حتى يعمل جاز اكسشينج هلا في النورمال بيرسون شو حكينا؟ قلنا في الناس احنا العاديين الديد سبيس هو فقط هذا اللي هو الاناتوميكال اللي هو كل شيء فوق الريسبيراتوري برونكيول ليه؟ اللي هو الفسيولوجيكال هاي ليش شو سميناها؟ الفسيولوجيكال الفسيولوجيكال هو المصطلح العام يا دانيا اي مكان بوصلوا هواء وما عملش ديد سبيس هو فسيولوجيكال بسموه ديد دي سبيس او ديد دي سبيس ممكن اطلق عليه هلا المكان هذا اللي فوق Respiratory bronchioles اللي هي الـ رايت right main bronchus, left main bronchus, bronchioles أصلا في الأناتومي تبعتها ما عندها الفيلاي فهي ما بتعمل إكسشينج بيوصلها هواء هوا ما بتعمل إكسشينج فسميناها أناتوميكال ديد دي سبيس ماشي؟ تنين الباثولوجيكال ديد سبيس إذا بتتذكروا سميناها سميناه المرة الماضية أو ممكن أسميه functional ديد دي سبيس إنه هو شو صار عندي؟ في في أماكن فيها الفيلاي لايف وصلها الهوا لكن مشكلتها ما عندها بالمونary blood flow ففي غاز إكسشينج لا ما في غاز الشيء ما يوصلهاش بلد بلمونار بلد, بلد فلو كيف مع مين بدها تعمل اكسشينج فهذا بسميه يا بتقولوا عنه باثولوجيكال ديد سبيس او فانكشنال ديد سبيس هلا لو جيت قلت المصطلح العام اللي هو الفسيولوجيكال ديد سبيس ماذا يساوي؟ يساوي الاناتوميكال ديد سبيس زائد الفانكشنال او الباثولوجيكال ديد سبيس في النورمال بيرسون شو في عندكم ديد سبيس فقط؟ واحد بس اللي بيكون موجود شو هو؟ هاد ولا هاد؟ يلا يا دانيا اللي هو الاناتوميكال بس الاناتوميكال نعم فانا بس عندي اناتوميكال ديد دي سبيس ماشي هلا اذا شخص غير طبيعي شو ماله في عنده بكون اناتوميكال بكون تضيفوا عليه الفانكشنال طبعا ما تنسوش الديد سبيس هو شيء معناها اماكن الهواء فيها ويسد يعني انا بدخلها فقط هيك بس ما 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 استفدش منها لانه انا ما عمالي بعمل فيها اكسشينج عشان هيك كل ما زاد نسبه الديد سبيس الموجود عندكم من التايدال فوليوم من كميه الهواء كلها اللي بتدخلوها هون صار في خسران اكثر معناها انا بدخل هواء وما بسحب منه او ولا بعطيه سي فهنا انا بكون كميه الهواء الويستد صارت ايش اعلى ما تنسوش الديد سبيس، الديد سبيس او فسيولوجيكال ديد دي سبيس يعني كل اماكن بيوصلها هواء بس ما بتعملش اكسشينج لانه ما وصلها بالمونري بلد فلو، مين البلمونري اللي هو لانه مسؤول عن الاكسشينج. في النورمال بيرسون انا بس عندي شيء اسمه اناتوميكال ديد دي سبيس اللي هي الاماكن من الاير ويز اللي اصلا ما فيش في جدارها البيلاي وبالتالي هاي ما بتعمل اكسشينج لكن بضيف عليها كمان الباثولوجيكال او الفانكشنال ديد دي سبيس اذا حصل عندي انا مشكله انه في اماكن وصلها هواء وفيها البيولاي لكن ما وصلها بلونري بلد فلو وبالتالي ما عملت ايش اكسشينج اه عشان هيك لما تيجي تقولوا الالفيولر فنتيليشن انتبهوا على ريسبيرتوري مينيت كل الهوا اللي بوصل للاير واي بغض النظر لوين وصل في الالفيولر فنتيليشن لازم الهوا اللي بوصل للاماكن اللي فيها غاز اكسشينج ماشي في النورمال طلعوا شو لازم يساوي الالفيولر فنتيليشن فريكوانسي يعني قديش كم نفس بناخذ في الدقيقه 12 ل 15 مضروب بايش طلعوا شو بدكم تعملوا تاخذوا التايدل فوليوم اللي هو ال 500 وبدكم تقيموا منه اللي هو الديد سبيس، ليش بدي اشيل منه الديد سبيس؟ لانه هذا الديد سبيس هذا الهواء هناك ما وصل للأماكن الاماكن اللي فيها الفيولاي، هذا وصل للاماكن فقط اللي فيها ايش؟ اللي آآ آآ فيها بس يعني البسجز انها بتمرر هاي كوندكتيف زون وما بتعمل اي شيء ثاني ما بتعمل اكستشينج. هلا في النورمال بيرسون انا عندي الديد سبيس حوالي 150 ام ال. فدائما شو بدكم تقولوا؟ بتقولوا 500 ناقص 150 350 بتضربوهم في 12 فتقريبا بيطلع عندي الالفيولر فنتيليشن 4200 فانتبهوا المينت سبيرتري كانت 6 لتر هون اقل 4200 هلا الالفيولر فنتيليشن ما تنسوش هو كثير كثير مهم هو بحدد قديش الكونسنتريشن الاكسجين والكربون دايوكسيد اللي موجودة عندكم في الالفيولاي ليه لأنه كل ما وصل هواء أكثر لإلها معناها رح تطلع أكثر CO2 رح تفوت لجسمي أكثر O2 ماشي كل ما وصلها كميات أقل رح يصير العكس هلا يعني مثلا قللوا الفريكونسي زيدوا الديد سبيس هون مشكله معناها كميات الهواء اللي رح توصل لانها تعمل الفيولر فنتيليشن رح تكون مالها رح تكون اقل في حدا عنده سؤال عن الفيولر فينتيليشن ريت او اللي هو ريسبيراتوري منت انتبهوا فيهم ريسبيراتوري منت كل شيء بدخل بغض النظر وصل للكوندكتيف لحاله ولا ل... يعني وصل لوين هو لازم اللي اخذت انا التنين اللي وصل للكوندكتيف وصل للريسبيراتوري زون في حاله ال, ال... لا انا بدي فقط اللي هو وصل الالفيولاي فانا بشيل من التايدل فوليوم بشيل ايش الديد سبيس وبضرب في الفريكونسي طيب هلا وصلنا لها الهواء وشوفنا كيف انا آآ آآ بتعمل هي بتحافظ على الايرويز تضلها مفتوحه وعرفنا قديش كميه الهواء اللي بتتوصل للالفيولاي هلا احنا نروح قلت لكم للستيب الثاني اللي هو الاكسترنال ريسبيريشن هو اشوف كيف بدها تعمل جاز اكسشينج عشان هيك الخطوه اللي وراها لازم اطلع على البلمونري ريسيركوليشن هلا اللي بدي اقول لكم اياه لو اجيتوا اخذتوا اللنك كتشو بوصلها شغلتين بوصلها كبلات سبلاي بوصلها بالمونري وبوصلها سيستميك ماشي لو اجيت قلت لكم بشكل سهل كثير ليش بده يجيها سيستميك سيركوليشن يعني من الاورطه لما بطلع الاورطه بروح بعطيها فيزل اللي هن البرونكيال فيزلز ليش بده يعطيها برونكيال فيزلز عشان شو تعمل السيستميك سيركوليشن بشكل عام شو بيخدم التشو شو ليش بتودوا مثلا رينال ارتري بتودوا تروحوا للمصل بتروحوا للليفر للانتستين للا شو بيعمل السيستميك سيركوليشن بلاد فلو اجمالا آه. شو الانتستميك. بعطيها يعني يا جنى بعطيها او تو ونيوتريانت وبسحب منها ويست برودكت هذا اللي هو السيركوليشن السيستميك سيركوليشن بيعمله هلا هي كتشو اول جزء بالسيستمك سيركوليشن هون لما احكي سيستمك سيركوليشن كم تعتبروها كتشو زيها زي اي جزء في جسمي بده يجيها بلاد سبلاي يعطيها نيوتريانتس ويعطيها آه اوتو ويسحب منها السي اوتو لسه ما دخلتش في الاكسشينج عشان هيك بيجيها سيستمك سيركوليشن عن طريق مين اللي هن البرونكال ارترز بيطلعوا من الأورطة بعطوها طلع اوكسجينيتد بلاد وصلوا للتريكل البرونكل تري حتى التيرمينال برونكيول للسبورتيف تشو للأدفنتيشيا تبعت البلمونري ارترز حتى هلا هدول كجزء من الكاردك اوتبوت 1 ل 2% من التوتال كاردك اوتبوت ماشي اللي لازم ما تنسوش شيء انه هدول سيستمك سيركوليشن ما لهم علاقة في الجاز إكسشينج هدول عبارة عن فيزلز فقط إيش تزودها في الأكسجين وتأخذ منها الويست برودكتس الإشي الثاني يا جماعة إنه في شغلة بيعملها السيستمك سيركوليشن هدول البرونكيال آرترز لما أعطوا اللانج بدهم يرجعوا كبرونكيال فينز ما بيروحوا بيعملوا اكسشينج شو بيعملوا بروحوا مباشره بيرجعوا كم مره للبلمونري فينز وبيرجعوا على الليفت اتريوم يعني شو بيكونوا حاملين اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد بلود البرونكال فينز اوكسجينيتد بس بيرجعوا أكسجي. دي اوكسجينيتد البرونكال آرترز اوكسجينيتد طب البرونكال فينز دي اوكسجينيتد دي اوكسجينيتد كملي معي وين رجعوا فاتوا على اللي هي الرايت اتريوم لا ما رجعوا على الرايت طلعوا وين راحوا شبكه علي اللي اتريوم راحوا على الليفت اتريوم اللي هو فيه دي اوكسجينيتد بلاد فجابوا له شويه دم بيكونوا دي اوكسجينيتد هلا هدول اسمعوا شو اسمهم ما تنسوهاش اسمهم فيسيولوجيكال شنط ليه؟ لانها عباره عن كميه من الدم راحت على اللنج ورجعت بدون ما تعمل اوكسجينيشن، لانه مش انا وديتها دي اوكسجينيتد بس اخذت اللنج منها الاكسجين واعطتها سي او 2 وزي ما هي رجعتها على ليفت سايد اوف ذا هارت. هذا بسميه شنط انه راح ورجع بدون ما يعمل اوكسجينيشن. هلا هذا الـ الـ الكميه هاي بتخلط شويه دي اوكسجينيتد مع اوكسجينيتد بلد موجود في الـ في الليفت اتريوم. يعني لو اجيت قلت لكم اخذت عينه من البلد من اللفت اتريوم قبل ما يوصلوا هدول البرونكال فينز بتكون كميه الاكسجين فيه عاليه شوي لما يجي يختلطوا مع الراجع من البرونكال فينز بتقل نسبه الاكسجين شوي للتوتال فوليوم يعني ليه؟ لانه البرونكال فينز بتحملهم الـ دي أكسجينات بلود اذا انتبهوا عليهم السيستمك سيركوليشن وسيستمك جاي من البرونكال فيزلز اللي طالعه من الاورطه ما له علاقه في الجاز اكسشينج بزود كنيوتريانس او 2 بسحب سي او 2 من التيشوز تبعت اللنج الإشي الثاني لما يرجع ما بروح برجع على فينا السيستم اللي برجع الرايت اتريوم لا بالعكس بروح بشبك مباشره في البلمونري فينز وبيفتح على الليفت اتريوم فبدخل دي اوكسجينيتد بلد بوديهم على الليفت اتريوم وبيعمل ما يسمى بالفيسيولوجيكال شنت اذا قلنا جزء من ايش اللي هي اخذت من السيستميك سيركوليشن الشيء الثاني اللي بدي اخذه اللي هي بعنيني في الجاز اكسشينج اللي هو البلمونري سيركوليشن تذكروا عندكم الرايت سايد اوف ذا هارت قلنا في عندنا الرايت اتريام السوبرر والانفيرر فينا كيفا بكونوا حاملين كل الفينا سريتير من البضي وحاملين دي اوكسجينيتد بلد ورجعوه على الرايت اتريام بينزل على الرايت فينتريكل بعدين من الرايت فينتريكل بيطلع عن طريق البلمونري ارتري متذكرينه هلا عنده طبعا رايت وليفت برانش هذا البلمونري ارتري شو بروح بعمل بالمونري ارتري بالاخر بعمل كابيلاريز اللي هنا اسمهم بالمونري كابيلاريز وبروح بعدين بيرجع كبالمونري فينز البالمونري سيركوليشن هي اللي مسؤوله عن الجاز اكسشينج هدول البالمونري كابيلاريز رح يكونوا حوالين الالفيولاي وهون الالفيلاي شو رح تعمل؟ رح تعطيهم الاو2 وتسحب منهم السي او2 عشان هيك البلمونري فيزلز البلمونري سيركوليشن هي المسؤوله عن الغاز إكسيج وليس السيستريك سيركوليشن اوف ذا لانج اللي هن البرونكيال فيزلز هلا البلمونري ارتر لازم تعرفوا مقارنه في الاورطه يعني ثن بيكون الوول تبعته ليه الثكنس تبعته يا دوب ثلث الاورطه عشان هيك ضغوطه بتتذكروا هذا الحكي ضغوطه منخفضه مقارنه في في الورطة وعندها لارج ايش دايميتر uh, واكتر ديستنسبل عشان تقدر تحتوي كثير مقارنه يعني البلمونري ارترز مقارنه في السيستميك ارترز عشان تقدر تحتوي هذا ال الكميه الاوتبوت اللي طالعه من الرايت فنتريكل لها حتى تقدر توديهم بعدين وتعملهم جاز اكسشينج سوري اذا لما اجي احكي كبلموناري عندها سيستميك سيركوليشن بغذيها عندها بلموناري سيركوليشن عشان تقدر تعمل الجاز اكسشينج وكمان في لازم تعرفوا في السبورتيف تفتشوا في عندها ليمف فيزل بيروح مباشره بيعمل بعد ما يعني يسحب اي شيء رشح زي ما حكينا دائما عن الليمف فيزل اي سوائل رشحت الانترستيشن سبيس باثوجينز بروتينز كل هذا الحكي بيرجعها الليمف فيزل وبتروح بتفتح في الرايت ثوراسيك ليمف داكت طبعا مهم جدا وجود ال الليمفزل عشان يمنع حدوث الإديمة وإحنا هذا الحكي متفقين عليه من قبل إنه الليمفزل أي سوائل بتحاول تتراكم بحاول يرجعها من الانترستيشال سبيس بدأ عن طريق الليمفاتيك داكت وبرجعها بعدين للسيركوليشن هلا اذا بتسكروا الليمفاتيك فيزل بصير عندكم بالموناري ايديما او اذا صار كميه الراشح اكثر من قدره الليمف فيزل انه يرجع هاي السوائل برضه بتدخلوا في بالموناري ايديما هلا اخذنا اذا سيستميك وايش وبالموناري. هلا بدي اجي بس ضغوط البلمونري واقارنها في اللي اخذتوه قبل مع اذا بتذكروا في الكاردك سايكل شايفين هذا الخط الاحمر هذا البريشر الموجود وين في البلمونري ارتري وهذا اللي هو الموجود الاسود اللي هو الرايت فنتريكلر بريشر هلا تخيلوا انه الفنتريكل عبى الرايت فنتريكل شو لازم يعمل بعديها عشان يضخ الدم كونتراكشن كونتراكشن ببلش اول شيء في الايزو كونتراكشن بسكروا الصمامات اللي الفنتريكولار فالز وبضل يزيد يزيد في ضغطه طيب بده يفتح هلا البلمونري فالف كيف بده يفتح البلمونري فالف شو لازم يصير؟ لما يصير الضغط اللي آه هي بالفنتركل اقل نعم بالفنت بدك تفتح الصمام الفنتركل يصير ضغطه اقل إيه قصدي بال صح؟ انا في الرايت سايد يا دانيا شوي لازم يصير ضغط الرايت فنتركل right ماشي هي الرايت فنتركل right لازم يصير ضغطه اعلى من ضغط البلمونري هون بفتح الصمام وببلش يعمل ايش الاجكشن ماشي بعديها شو بصير ببلش يعمل ايزوفوليمتريك ريلاكسيشن شو بصير ضغط البلمونري سوري ضغط الرايت فنتركل ببلش ينزل وضغط البلمونري بيكون عالي فهون شو بده يعمل بسكر البلمونري فالف وهون البلموناري صار دخلت فيه دم فارتفع ضغطه لكن بعديها لانه ود الدم تجاه اللنج ببلش ضغطه ينزل ماشي في اللحظه اللي برد يصير فيها هي اول سايكل بدنا نبدا اللي وراها رايت فينتريكل بيعمل كونتراكشن لما الاسود يصير اكثر من الاحمر بتبلش فتره الايجكشن وبرجع العمليه كمان مره هلا اللي لازم نعرفه انه زيه زي كيف على الرايت سايد الليفت سايد سوري انه في عنده زي ما انتم شايفين يعني في ايزوفولومتريك كونتراكشن ايجكشن وايزوفولومتريك ريلاكسيشن وبعدين برد يعمل فيلين كمان مره هلا لكن اللي بيفرق انه لازم تعرفوا انه ضغوط البلموناري زي ما حكينا قبل اقل بكثير من ضغوط السيستميك سيركوليشن عشان هيك اصلا قديش لازم يطلع ضغطه الرايت فينتريكل اقل من لازم مثلا كيف لما يطلع ضغط الليفت فنتريكل دورنج الايزوفولومتريك كونتراكشن هلا الاشي اللي كمان لازم تعرفوه اللي هي برضه هي البلمونري طلعوه هي بلمونري ارتري بلمونري كابيلاريز ورجع لوين للليفت اتريم في البلمونري فينز شو شايفين عنده برضه نفس الشيء ضغطه بلساتايل هيو في سيستوليك ودياستوليك سيستوليك ودياستوليك لكن لما كنتوا تحكوا عن الاورتا كنتوا تقولوا 120 مثلا على 80 هون طلعوه 25 السيستوليك والدياستوليك ب 7 8 عشان هيك كمين بالمونري برشر دوب 15 بالنسبة للكابيلاريز كبالموناري كابيلاريز المين كابيلاري برشر حوالي سبعة ماشي وفي الليفت أتريام ضغطه تقريبا تنين هلأ كل هدول البلمونري كابيلاري ولا السيستوليك دياستوليك بلد بريشر اوف بلمونري ارتري اقل من الاورتا واقل هدول الضغط السيستوليك دياستوليك اقل بكثير من الاورتا هناك كنا نحكي عن 120 على 80 ضغط البلمونري كابيلاريز كمان اقل من ضغط السيستميك كابيلاريز الشيء الوحيد اللي بفرق انه الليفت اتريم ضغطه شويه اعلى من ضغط الرايت اتريم الرايت اتريم بيكون الضغط فيه حوالين الصفر هون لا ممكن يكون حوالين اثنين ماشي طبعا ال الموجودة عندكم برضو ضغطها شوي يكون حوالين اثنين ليش عشان تقدر تتعدى الضغط الموجود في اللفت اتريم وتدخل البلد اللي موجود عندها طبعا ممكن يتغير ما بين واحد لحتى خمسة حسب انه انا زايد الراجع ولا مقللته هلأ كفوليوم كتوتال فوليوم فيها حوالي 450 مليليتر حوالي 9% من التوتال بلاد فوليوم فقط موجود في اللونج طبعاً من من هاي الكابلمونري فوليوم هي 70 مليليتر بيكونوا في البلمونري كابيلاري طبعا آه، ليش ليش انا بعنوني هذول ماشي لانه هذول الموجودين في البلمونري كابيلاريز هن اللي بدهم يعملوا الغاز اكسشينج وهي الكميه هاي انا بدي اياها تكون آه، كافيه انه انا اعطيها آه، آه، يعني هذا البلد يعطيني السي او يخلصني منه يعني يطلعه للالفيلاي وفي المقابل ياخذ من الالفيلاي او 2 حتى تقدر تعمل آه، ترجعه للبلد وتعمل اوكسجينيشن للبلد هلا كمية البلاد فوليوم موجودة هاي في اللنج فاريبل يعني هدول التسعة في المية في الطبيعي في شغلة في اللنج إنه إذا أنتو جسمي مثلا خسر فلويد من السيستمك سيركوليشن بقدر أضخ جزء من هدول أرجعهم يعني على الهارت وأوديهم للسيستمك سيركوليشن إذا كمان بالعكس إذا السيستمك سيركوليشن زاد الفلويد فيه هون بتقدر تعمل العكس انها تروح ترجع كميات من هاي الفلويد يصير يعمل اكوميليشن في اللنج طبعا هون ممكن مشكله لانه ممكن يعمل لي بالمونري قديمه يعني بالمونري قديمه ليه لانه اذا مثلا فشل اللفت سايد اوف ذا هارت بيرتفع ضغط البالمونري فينز وبالتالي بيرتفع بالمونري كابيلارز وبالتالي بتزيد كميه الفلويد اللي بيعمل بيرشح للانترستيشال سبيس وبالتالي بيعمل لي بالمونري قديمه هلا انا اللي بطلبه هلا منكم لازم ما تنسوش انه انا عندها سيستميك سيركوليشن عندها بالمونري البلمونري هو المسؤول عن الجاز اكسشينج ال أه بدي انا اكثر شيء بيعنيني اللي هو قديش موجود منهم في الكابيلاريز اللي هنا حوالي 70 في 70 ملليلتر لانه البلمونري كابيلاريز هنا اللي بيكونوا محاوطين الالفيولاي ومن خلالهم رح تتم عمليه الجاز اكسشينج ال 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 هلا كبلمونري بلد فلو في عده فاكتورز بتاثر عليه اول شيء اللي هي الكارديك اوت بوت يعني اكيد كل ما زاد الكارديك اوت بوت بنظركم شو بده يصير بالفلو اللي رايح على البلمونري بده يزيد ولا بده يقل رح يزيد رح يزيد ليه لانه زي ما طلعتوا اكثر للسيركوليشن رح ترجع كميات اكثر ترد تروح لمين للبلمونري وبالتالي رح يزيد البلمونري بلاد فلو اثنين نسبه الاكسجين الموجوده في الالفيولاي وهذا الحكي شرحته لما حكينا عن اللوكال كنترول في السيركوليشن انتبهوا على الاكسجين الاكسجين اتفقت انا وياكم قبل انه في كل مكان الاكسجين عباره عن فازو يعني لما يكون الاكسجين عالي عند التشو بروح بضيق البريكابيلاري سفنكتر لانه انا عندي كميات اكسجين كثيره مش بحاجه اني ارد ازيد الفلو الا في اللنج الاكسجين الافكت تبعته في اللنج معاكس تذكروا اللي حكينا اذا انا عندي الفيولاي وجاي حواليها بلد فيزل اذا الالفيولاي هاي كميه الهواء اللي فيها فيها كميه اكسجين قليله ماشي الفيزلز اللي موجوده حواليها شو بتروح بتعمل لازم تعمل اكسجينيشن اوف أيوه. فور بلاد نعم هلا على... نعم تعمل اكسجينيشن للبلاد لازم عشان تقدر تعمل اكسجينيشن نعم شو قلنا يلا كونستريكشن على على يعني بدل عكس اللي موجود وين؟ في الريزلز نعم هناك كان الهاي ليفل هو اللي يعمل كونستريكشن، هون تعرفوا مين اللي بيعمل كونستريكشن؟ اللو ليفل اذا قل الفيولا الاكسجين البلد فيزلز اللي حواليها شو بتعمل؟ بدل ما تعمل فازو دايليشن هناك في السيميك سيركوليشن كانت تعمل فازو دايليشن، هون لا بتروح تعمل فازو كونستركشن ليش يا جنى؟ عشان شو تعمل؟ عشان, عشان تعمل أشوف. جاز اكسشينج ما اعملش وستنج للدم اه يعني انا ما اروح اجيب الدم اجيبه على منطقه يعني هات اعمل لكم شويه هنا آه دي اشوف آه شوي تخيلوا انا هي عندي الالفيولاي موجوده عندكم هون وهون جاي حواليها البلد ماشي المشكله انه هون الاكسجين شو ماله نسبته مالها قليله هلا لو اجيت قلت لكم خليتها انا هي إجا عليها البلد وهون لو اكسجين هذا الدم رح تعملوا له جود لا لا فشو بتروحوا بتعملوا يلا يا جماعة نعمل له آه، هذا عشان يقل كمية الدم اللي حتيجي فبضيفه فبدال ما الدم يضل جاي حوالين هاي الأفيولاي بروح ببعد عنها بروح على الأماكن الثانية اللي شو فيها اللي فيها جود أوكسجين اللي نعم. اللي فيها عندها كثير في الأو2 في عامل جود أه أو2 بيكون يعني في الأفيولاي الفيزلز اللي حواليها بتروح تعمل دايليشن عشان يوصلها اكثر اوتو أو2 وبالتالي تعمل إكسشينج طبعا انتوا لما تعملوا هذا الحكي شو بتعملوا بتقللوا الشنط الشنط كلمة شنط عبارة عن كمية من الدم اللي بتروح على اللنج وبترجع بدون ما تعمل اكسجينيشن صار في عندكم مصطلحين مهمين ضد سبيس هوا دخل لكن ما قدرتش اعمل له اكسشينج لانه ما وصله بالمونري فيزل هلا في الشنط لا انه بالمونري في بلد فلو وديته على اللنج لكن رجع بدون ما يعمل اكسجينيشن البرونكيال فيزلز هي عباره عن شنط لكن نورمال شنط دائما موجود هلا هون انا لما لما وديت لما اجى الفيزل عمل فازو كونستريكشن وبالتالي قلل الفلو عند الخلايا هاي اللي ما اللي ما عندها أوتو 2 هون قللت الشنط لاني لو سمحت له يضل فايت بكميه زي ما هو مشكله ليه؟ لانه راح يدخل ويرجع زي ما هو كمان في عندي شغله ثالثه بتتحكم فيه اللي هي الافكت للهيدروستاتيك بريشر ليش لانه الـ من الـ اللي جاي من اللي هو الجرافيتي تاثير الجرافيتي بتاثر على الريجيونال بلاد فلو هلا في الستاندينج بوزيشن دقيقه بس دكتور الجرافيتي بتزيد البلاد برشر صح؟ لا بس وين يا مين بيحكي مؤمن؟ لا احمد طلع يا احمد, أحمد طلع يا احمد هي بدي اخذ شخص واقف طبعا في الصوبان بوزيشن اكيد ما فيش تاثير للجرافيتي بدي اخذ واحد واقف ستاندينج بوزيشن شوف شو بقدر اقسم اللنج ريكوردنج للافكت للجرافيتي على البلاد فلو اللي موجود عليها منطقه التوب ومنطقه الميدل ومنطقه البوتوم مين اللي هون قديش الفلو بير يونت من طلعوا عليها مين اللي عندها فلو اعلى التوب ولا الميدل ولا البوتوم 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 ليه لانك زي ما انت حكيت شو بتعمل هي بتسحب الدم لتحت فمين بده يزيد عليها الفلو هاي المنطقه اللي بل... اللي تحت اكثر شيء منطقه الميدل بتكون وسط طب اللي موجوده في اعلى القمه تبعت اللانج الفلو شو بصير عليها بيكون قليل بيكون قليل البلد فلو هلا في إشي بنهي هون وبعطيكم بريك شوي عشان ترتاحوا شوي طبعا إيه يعني إيه... الويت اوف ذا بلد اللي بزيد صح؟ اه هلا بدي احكي لكم شيء هلا انا في عندي الالبيولاي برجع كمان مره بدي اقول لكم عشان ت... ما تنسوهاش هلا انا شو في عندي؟ انا في عندي الالبيولاي هي الالبيولاي ماشي؟ شو في حواليها؟ في هون بلد فيزل هلا الالفيولاي في جواها ضغط صح ولا لا شو الضغط اللي جواها ضغط الهواء وهون في ضغط اللي هو البلد اللي ماشي هون هلا هاي الالفيولاي اللي فيها الضغط هون مش ممكن تضغط برضه على هذا الفيزل وتحاول تسكره بشكل ميكانيكال اه لان هي كل ما نفختوها اكثر بتحاول تضغط عليه علشان هيك اذا بدكم يكون في عندكم بلد فلو فشو لازم يكون لازم يكون دائما الضغط الموجود عندكم هون في البلد اعلى يعني بلد برشر اعلى في البلمونري فيزل اعلى من الالفيولار برشر لانه اذا صار ضغط الالفيولار برشر اعلى من البلمونري برشر من الهيدرو يعني الهيدروستاتيك برشر أو ذا بلد بقل البلد فلو بقل البلد فلو اه لانها بصير بشكل فيزيكال تخيل انت زي كانك جايب ساك هون وبتضغط فيها بتضغط عليه فبالتالي بتضيقه من الخارج هي بتضيق عليه عشان هيك تعالوا نشوف هاي الصوره هلا في الستاندينج اتريست الواحد وهو قاعد بس ما سوري هو واقف لكنه بدون اكسرسايز هلا انت في تاثير الجرافيتي شو عملت الجرافيتي بتسحب الدم لللور بارت وبالتالي شو بصير الفيزلز اللي موجوده في اللور بارت اوف ذا لانج فيها كثير بلد فشو ضغطها شو بيكون عالي فعشان هيك فيها بتعمل جود فلو هي تطلع هون موجوده هلا في الميدل وسط بتكون بين الميدل وبين البطن وبين التوب طب وبالتوب يا عميد او احمد يلا يا احمد التوب شو بصير فيه التوب بمبدانا الهواء كثير فيها والهواء خفيفه بيكون في التوب اوف ذا لونج ماشي عشان هيك الالفيلاي بيكون ضغطها عالي بالمقابل هدول فيش فيهم الدم كثير راح على الفيزلز موجوده في اللور بارت فضغطهم منخفض عشان هيك الفلو هون شو بيكون هاي بتضغط عليه بتضيقه فما بيكون في جود فلو هلا عشان هيك احنا بنسميهم ثري زونز في ميدل بارت في بوتوم وفي توب في ستاندينج هذا بتكون موجود طبعا في السباين ما في شيء كلهم بيكونوا على نفس المستوى من تاثير الجرافيتي وبالتالي ما عندي فرق هلا during اكسرسايز طلعوا during اكسرسايز في الاكسرسايز انتم بتعملوا بس ممكن بس بس شوي. بتزيدوا الكاردك اوت بوت فشو بصير في البلمونري بلود فلو شو بصير بالبلمونري بلود فلو بزيد ولا بقل البلمونري بلود فلو يلا يا سلسبيل بزيد بالاكسرسايز طبعا رح يزيد في الاكسرسايز فطلعوا اللي كانت توب هون وعليها لو فلو التوب اللي كان عليه لو فلو ديورينج اكسرسايز طلعوا صار زي البوتوم في ديورينج ستاندنج ات ريست والميدل علي اكثر والبوتوم علي اكثر ليه لانه زدتوا الفلو ماشي هلا عشان هيك الديور اكسرسايز كلهم بزيد عليهم الفلو لكن لأنه زيدت الكارديك اوت بوت لكن مع ذلك برضه بضل في فرق يعني كلهم عليهم جود فلو لكن برضه بضل منطقه البوتوم عليها فلو اعلى في ديوري ال الستاندينج التوب هي اقل وحده بعدين بتلحقها الميدل بعدين يعني كوسط وبعدين اكثر وحده بيجي عليها فلو هي منطقه البوتوم بوجود ايش الجود فلو نتيجه تاثير الجرافيتي ماشي دقيقة هلا اللي بدنا نشوفه بعدين بعد البريك بكمل لكم اياه هاد انه شو تاثير اللي ال... هن ال... هدول ال... راح اسميهم انا زونز حسب قديش اللي موجود عندي علاقتهم بوجودهم مع الهارت انهم هنا جايين على الليفل اوف ذا هارت او تحت الهارت فبالتالي رح يكون عندي نفس الصوره اللي حكيتها قبل شويه قلنا في منطقه توب وميدل وبوتوم هون رح اسميهم زون واحد واثنين وثلاثه ماشي اطلعوا بريك 10 مينتس وبترجعوا الساعه و53 يعني ودقيقتين بنرجع السلام عليكم. رجعنا الجميع يا جماعة. عليكم السلام دكتور. إذا آه عشان نفهم نفهم اللي هلا بدي أحكي لكم إياه <applause> <applause> لازم إذا أنا بدي يعني البلاز دي يعمل فلو لازم يكون الضغط الموجود جوا الفيزل لازم يكون اعلى من البلموناري اه سوري اعلى من الالفيولر اه برشر عشان يقدر الفلو يكون موجود ليه لانه اذا كان ضغط الألفيولاي اعلى هون بتسكر على الفيزل وبتضايقه عشان هيك هلا نقدر نقسمها لايش اه لثري زونز اللنج واحد زون 1 اللي هو هذا طبعا اه من اللي هي اه يعني بناخذ الهارت كالريفرنس بوينت تبعتنا اما يكون ابف او ايش بالهارت ولا تحت تقريبا لعند 10 سم بيكون عباره عن زون 2 وزون 3 اللي هي بتكون حتى من البوتوم يعني للنج فاذا قلنا زون واحد اللي هي المنطقه العلويه زون اثنين اللي هي الوسط 10 سم ابوف ذا ميد ليفل اوف ذا هارت تروح من هناك لحد التوب اوف ذا لانك هاي بيكون عليها انترميتنت فلو زين زون ثلاثه 10 سم ابوف ذا ليفل اوف ذا هارت تورد بوتوم ماشي هلا انا مش يعني مش لدرجه اني اتحفظ بالضبط الرقم اهم شيء تعرفوا انه زون 1 هي التوب زون 2 اللي هي الميدل وزون 3 هي اللي هي اللور بارت او اللي هو البوتن زون 1 طبعا زون واحد هو عباره عن زون عاده بنقول احنا انه ما في عندنا اه اه بلد فلو فيه ليه؟ لانه دائما بيكون ضغط الالفيولار بريشر يعني في البلمون الضغط في الالفيولاي بريشر في الالفيولاي اعلى من الضغط جوا الفيزل فدائما مسكر على الفيزل سواء كان في السستول او الدايستول اوف ذا أو هارت بس اللي بدي اقول لكم اياه هو كزون هو يعني في, ال <applause> في النورمال سيتويشن ما عندي انا او في النورمال بيرسون يعني ما عندي زون 1 يعني ما فيش منطقه في اللنج انه ما عندها بالمره فلو لكن اتليست بنقدر نقول انه الفلو عليها قليل لكن افتراضيا احنا بنقدر نقول انه اذا سالتكم انا كزون 1 بتقولوا لي هو نو بلاد فلو سواء كان في السيستول او الدايستول زون 2 اللي هي في المنطقه الوسط هاي المنطقة بكون عليها intermittent blood flow كيف يعني intermittent blood flow during systole ضغط البلمونري بصيروا عاليين وبالتالي بيعلى ضغطهم فبالتالي بتعدوا الضغط الموجود في الالفيلار بيفتح الفيزل وبزيد الفلو during diastole لا ما فيش فلو فعشان هيك بكون الفلو عليها during systole منطقة البوتوم هاي المنطقة لانه بتأثير الجرافيتي في السيستول والدايستول دائما عليها فلو عشان هيك عندها continuous blood flow طب لو اجيت قلت لكم على مبدا الديد سبيس وعلى مبدا الشنط منطقه التوب هلا اسمعوا التوب شو فيها التوب فيها هواء لكن مش جايها بلد فلو تعتبر ديد سبيس ولا شنط معي منطقه التوب ديد سبيس ولا شنط ديد دي نعم ليه لانه جايها هواء ومش جايها بلد واصل هواء بس ما في نعم ما في بلد واصل عليها طيب منطقه البوتوم فيها هواء وفيها بلد لكن فيها بلد كثير واصلها ممكن يصير فيها ديد سبيس ولا يصير فيها شنط شنط شنت. ليش يا سلسبيل لانه فيها تنتين فيها كثير بلد وفيها هواء اه لكن لدرجه انه بك... لانه فيها كثير بلاد ممكن في كميات من البلاد اللي وصلت الهواء ما يقدر يعملها اكسشينج وب... يعني يعمل معها جاز اكسشينج وما يعملها اكسجينيشن فبترجع وكانها شنطه بلاد عشان هيك منطقه الطب بقدر احكي عنها فيها جزء كديد سبيس والمنطقه في ال 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 البوتوم ممكن يصير فيها شويه شنط ماشي؟ هلا الاشي الثاني زي ما قلت لكم انه زون 1 اللي دائما هون الضغط البيلاي اعلى منه من البلمونري فيزل فبالتالي نو بلاد فلو هاي منطقه زي ما قلت لكم هي منطقه ابنورمال عاده في الوضع الطبيعي ما بتحصل عندي لكن في شيء ممكن اخليها في باثولوجيكال تكون موجوده عند الشخص عند المريض يعني انه اما يكون شيء مثلا في ريز الفيولر بريشر انه الفيولر بريشر اعلى من الطبيعي او انه في انا عندي ديكريز في البلمونري سيستوليك ارتيريال بلود بريشر نتيجه هيموريج نتيجه فازو اي شيء مضغط منزل من ضغط اللي هو البلمونري فيزل فهدول شو بيعملوا هدول بيخلوا ضغط الالفيولاي اعلى من ضغط البلمونري وبالتالي ما بيعملوا عليها فلو هلا ديورينج اكسرسايز مش بتزيدوا الكاردياك اوت بوت وبتزيدوا البلمونري بلاد فلو شو بتروحوا بتعملوا بتغيروا حتى زون 2 لوين بتودوه لايش لزون 3 لانه بتزيدوا البلاد فلو فبتغير وزون واحد بيصير هو عباره عن زون 2 تذكروا الصوره اللي موجوده عندكم هون هيها هي منطقه التوب هاي منطقة الميدل وهي منطقة البوتوم ماشي هلا التوب وين صارت هون اللي هي كانت عبارة عن ميدل قبل طب ومنطقة الميدل ميدل صارت لوين هي هلا أعلى وأعلى اللي هي لسه أكثر كمان من منطقة البوتوم والبوتوم زادت عشان هيك ديورنج اكسرسايز انتم بتزيدوا الفلو اللي موجود عليكم بالتالي بتزيدوا الفلو في كل المناطق وبالتالي بتحولوا التوب اللي كانت ما يجيها كتير بتصير وكانها ميدل بارت وحتى اذا مش اعلى شوي وكمان منطقه ايش البوتوم بزيد عليها كثير كثير فعشان هيك بقدر اقول حتى لسه لو مش ميدل اكثر شوي يعني بتقدر تقولوا صارت بوتوم فاني بزيد اللي فلو لدرجه اني ممكن احولهم كلهم لزون 3 ماشي هلا ديورينج السوباين بوزيشن بالسوباين بوزيشن في 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 زونز لا لا لهم اه كلهم ثلاثة لانه ما فيش عندهم تاثير الجرافيتي كلهم على نفس المستوى فدائما في عليهم فلو ماشي اذا قلنا واحد واثنين وثلاثة واحد شيء افتراضي في النورمال بيرسون عادة اصل ما يكون موجود يوجد في الاشياء اللي تكون باثولوجيكال زون واحد ما في بلاد فلو اثنين انترميتنت بلاد فلو الفلو بيكون في البلمونري ديورينج فقط السيستول في الزون ثلاثة لا بيكون في السيستول والدايستول اكسرسايز بروح بحولهم لزون ثلاثة وبرضه بنفس الشيء في السوباين بوزيشن برضه كلهم بيكونوا زون ثلاثة طيب شو الإفكت للليفت سايد أوف ذا هارت إذا صار فيه فيلر على البلمونري سيركوليشن تخيلوا أنا عندي ال... هي البلمونري طلع من ال... من الرايت أتريم وراح على اللنج وعمل اكسشينج ورجع عن طريق البلمونري فينز عشان يرجع الدم على وين على ليفت اتريوم اذا صار في فشل في الليفت أتريم او نتيجه انه يعني الليفت سايد اوف ذا هارت يعني ليفت فنتريكل صار فيه مشكله شو اللي بيصير شو بيصير في ضغط الليفت اتريوم لو جيت سالتكم من وحده واحدة ورا الثانية، ليفت فنتريكل صار فيه مشكلة بطل يضخ الدم بشكل صحيح، وبالتالي صار الدم يضل فيه، شو صار شو بصير في ضغط الليفت اتريم بعديها؟ رح يزيد. رح يزيد. لأنه مش قادر يوصل الدم للفت فانتركيل فريرتفع ضغطه كمله شو بصير في ضغط البلمونري فينز؟ كمان رح يزيد. أكيد لأن هي جاية تجيب الدم للفت أه. بتلاقي ضغط عالي فيها فالدم في رح يرجع يرجع عندها شو بصير بعدين في ضغط البلمونري فيزلز؟ الكابيلاريز يعني هون المفروض اه برضه رح تزيد ليه لانه انتم بترجعوا الدم عمالكم بدل ما يوصل هون عماله بضل يضل فيها فشو بصير في ضغوطهم بتصير تزيد هلا لما البلمونري كابيلاري يزيد الضغط الهيدروستاتيك بريشر بزيد معدل الفلتره وبالتالي السائل بصير يرشح على الانترستيشال سبيس فشو بروح بيعمل ديمة ايديما ايديما بيعمل لي بلمونري ايديما هلا انتبهوا دائما اذا انه الرايت سايد هو شغال فبالتالي الدم بيرجع عماله من السيركوليشن وبيطلع في البلموناري وبروح على اللنج فهو بضل يودي عماله الدم لكن وين المشكله المشكله في الرجوع انه مش قادر يرجع على وين على منطقه الليفت اتريام ليه لانه الليفت اتريام نتيجه فشل الليفت سايد او ظهار هارت ضغطه طب اذا انا ما عالجت المريض واستمرت العمليه شو راح يصير هلا احنا وصلنا انه رفعنا ضغط البلمونري كابيلاريز وبالتالي عملنا بلمونري ايديما وبرضه المريض لسه زي السيتويشن موجود عنده وما تغير شو بصير فبعديها في ضغط البلمونري ارتري كملوا يلا ما حسنت الوضع بحاول ضخ الدم يرجعه هون ما بيرجع رفعته اول شيء ضغط البلمونري فيز بعدين ضغط البلمونري كابيلاريز بعدين يعني بريشر باك باكس اب برجع على كل وحده للي قبلي يعني برضه هيك اه برضه رح يرتفع في ضغط البلمونري ايش البلمونري ارتري ماشي طب اذا انتم الضغط البلمونري ارتري طلع شو بيصير هو من وين بيجي الدم من الرايت فينتريكل الرايت فينتريكل بيصير يلاقي ضغط عالي في البلمونري فمش قادر يطلع هذا الدم اللي عنده لانه مش رح يلاقي البلمونري ارتري ضغطه عالي فممكن تدخلوا بعديها بايش؟ برايت سايدد هارت فيلر واذا الرايت سايد فشل الرايت فنتريكل بطل يضخ الدم شو بصير في ضغط الرايت اتريم؟ برضه بيزيد برضه بيزيد طيب السوبيرا رو... في فينا كيفا برضه رح يزيد اه طبعا فبالتالي برضه بتبلشوا تعملوا اديمه لكن وين؟ بتصير في الجسم في الجسم نعم في اللور ليم في الابر لام. طبعا اول وحده بتبلش اللي هي اللور وبعدين بتقدروا يعني تمتد هلا لكن وجدوا مع ذلك انه البلمونري بتقدر تتحمل الضغط يعني مش اي ضغط بخليها ترتفع البرشر فيها بتقدروا ترفعوا الرايت سوري ليفت برشر حتى سبعه بدون ما تاثروا على البلمونري فيزل لكن اذا طلع ضغط الليفت اتريوم اكثر من سبعه قلنا احنا ضغطه عاده حوالين الاثنين اثنين هلا اذا طلع الضغط اكثر من سبعه هون ببلش ايش؟ ببلش السيناريو اللي احنا حكيناه بيرتفع ضغط البلمونري فينز بعدين بلمونري بتصير يرشح السائل اكثر بتدخلوا في بلمونري ايديما بعدين ممكن تدخلوا انه اذا ضلت العمليه مستمره اكثر واكثر تدخلوا في مشاكل اللي هو لا الـ البلمونري ايش اللي هو البلمونري ارتري ودائما ما تنسوهاش the most common cause of right sided heart failure هو left سايد بيفشل اللفت سايد اول وبعدين هو بيعمل مشكله على على الرايت right سايد هلا الكابيلاري بلاد فلو طبعا مهم نعرف الداينامكس تبعته ليه لانه انا الفلو اللي موجود عندي في البلمونري كابلوريز هي اللي بتعنيني عشان اعرف قديش بدي اعمل اكسشينج كل ما كان عندكم فلو احسن وفي عندكم هواء داخل واصل اكثر على الالفيلاي هون في ماتش بنسميها بين الفنتيليشن وبين البيرفيوجن اللي هو قديش واصل عندكم فلو هون راح يكون الاكسشينج احسن هلا الفلو خلال الكابيلاري وول عاده بنحكي كانها شيث يعني ليش لانه الكابيلرز كثير بتكون اكستنسيف بدي اوصل اذكركم في صوره كثير لانها مهمه فجيتكم اياها اول محاضراتنا تذكروا شكل الالفيولاي طلعوا هنا طلعوا كيف جاي حواليها هي الالفيولاي كل هدول مجموعات من الالفيولاي جنب بعضيها البعض طلعوا كيف انه الفيزل بيكون جنب الفيزل يعني كثير كانها زي ما قلت لكم شبكه موجوده حواليها هذا الحكي كثير مهم بضمن انه وهون اذا في هون جواها هواء وهون في بلاد فمجرد ما يوصل الهواء هون شو بيصير تركيز الاكسجين عالي في الالفيلاي فبيطلع في الديفيوجن بروح للبلمونري كابيلاريز والسي او 2 اللي كان في البلمونري كابيلاريز وتركيزه عالي شو بروح بروح للالفيلاي فطبعا عشان هيك الفلو كثير اكستنسيف لدرجه انه بيسمح بخلال ثواني يعني بكون عامل رح نشوف هلا قدام كتايم بكون عامل الاكسشينج وصلني للليفل اللي انا بدي اياه يعني من الاكسجين وخلصني من السي او 2 كأفريج بريشر تقريبا سبعة بكون في البلمونري كابيلاري ماشي في النورمال كارديك اوت بوت طلعوا لما انتم بتطلعوا الكميه الدم هاي اللي بتمر في البلمونري بس بدها 0.8 سكندز عشان تمر في البلمونري كابيلاريز يعني سريعه اذا انتم بتزيدوا الكارديك اوتبوت هذا الزمن لسه بيقصر اكثر واكثر بدل 0.8 تقعد 0.3 سكندز طبعا ليش هذا الحكي؟ لانه انتم لما بتزيدوا الكارديك اوتبوت بتفتحوا نيو كابيلاريز uh بتخلوا الفلو يصير عليهم اكثر وبالتالي بصير عندكم سيرفيس أريا اعلى فالفلو بمر من خلالهم بسرعه وبرجع يعني بيعمل اكسجينيشن وبعطي السي او 2 اللي موجود عنده وبرجع مباشره وورد اللفت سايد اوف ذا هارت طبعا الداينامكس الموجوده عندي زي اللي حكيناها في Systemic سيركيوليشن تراجعوا بسيط شو قلنا في Systemic سيركيوليشن شو القوه اللي موجوده في البلد بتحاول تعمل فلتريشن يلا تذكروا طب شو الفورسز اللي تعلمناها موجوده في البلد وموجوده في الانترستيشال سبيس ولها علاقه بالفلتره بلاش اللي هي بتزيد ولا بتقلل شو فيه في في البلد في ضغطين موجودين في البلد كابيلاري شو هن يلا يا أسيل أحمد آه سبيل الهيدروستاتيك بريشر أيوة وإيش كمان؟ والأوزموتيك الأوزموتيك أو الأوزموتيك بريشر نعم ونفس الإشي هون هلا بدنا نشوفهم <applause> الإنترستيشال سبيس برضه في اوزموتيك تاني كانه في اه الانترستيشن في وفي ايش كمان هايدروستاتيك بريشر واذا بتذكروا قلنا في الانترستيشن سبيس الهايدروستاتيك بريشر دائما بيكون نيجاتيف هون نفس القصه بس بفرق قيم فقط هو اللي بيختلف عنه عن اللي حكيناه في السيستميك سيركوليشن البلمونري كابيلاري بريشر سبعه ماشي السيستميك لما كنا نحكي المحاضره لما حكينا عن السيستميك سيركوليشن كان 17 فهو اقل كمان الانترستيشال فلويد برضه فيه هيدروستيك بريشر نيجاتيف لكنه مور نيجاتيف اكثر نيجاتيف من الموجود عندكم بالبريفرال سبكوتينس تيشو البلمونري كابيلاريز فيها كمان الجدار تبعها ليكي للبروتين شوي مقارنه في السيستميك كابيلاريز عشان هيك الكولويد اونكوتيك بريشر في الانترستيشيوم سبيس تبع ال... البلمونري بيكون قيمته الانكوتيك بريشر اعلى ماشي طب وال والانكوتيك بريشر للبلمونري فيزل هو نفسه اللي جاي من السيز... زي السيستميك سيركوليشن هلا الفيولر ال ال وول انتبهوا على الالفيولر وول جدار الالفيولاي ال 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 يعني ثن فيري وبالتالي اذا انتم يعني زدتوا البريشر فيها ممكن تعمل ربشر وكمان ممكن ديروا بالكم الفلويد من الانترستيشال سبيس اذا عملتوا اكوميليشن شو يروح يعمل؟ يروح يفوت من الانترستيشال سبيس على الالفيولاي عشان هيك لما تعملوا بالمونر ايديما مشكله لانه بتقلل الغاز وال لانه المسافه اللي بقطعها المولكيول بتصير كبيره وكمان الفلويد ممكن يعمل اكوموليشن جوا الالفيولاي وبالتالي بتمنعوا الغاز اكسشينج اذا نيجي نشوف الصوره هاي لان هاي نفس اللي حكيناها قبل يلا يلا يا مين كانت معي سلسبيل طلع يا سلسبيل شو الفورسز اللي بتعمل انه تخلي الفلويد يطلع من البلمونري كابيلاريز باتجاه البلمونري إنترستيشن اللي هي مين الكابيلاري برشر او هيدروستاتيك بريشر قديش قيمته يا سلسبيل طبعاً سبعة إنترستيشيال فلويد كولويد اونكوتيك برشر اتذكروا قلت لكم الاونكوتيك برشر قوه سحب باتجاهه فالإنترستيشيال فلويد كولويد اونكوتيك برشر بسحب باتجاهه اذا شو بيعمل فلتريشن قديش قيمته 14 وكمان شو في يا سلسبيل في الانترستيشال نيجاتيف انترستيشال فلويد بتاعك ايش قيمته 8 هلا كلهم هدول يا سلسبيل توتال اوت وورد قديش قيمتهم 29 29 فمعناها في تقريبا 29 ام ام اتش جي بريشر موجوده كنت يعني على الب على جدار البلمونري كابيلاريز بتحاول تفلتر تطلع السائل من جوا ال ال البلمونري كابيلاري باتجاه الانترستيشن سبيس طب واللي بيرجعه يلا يا مين كانت معي دانيا يلا يا دانيا اهيني مين اللي بيرجع؟ مين اللي بيساعد يمنع الفلتر او يعمل ري ابزوربشن؟ اللي هي ال البلازما كولويد البلازما كولويد اوزماتيك بريشر نعم اللي هو الامفوتيك او الاوزماتيك بريشر الموجود في البلاد اللي قيمته 28 زي اللي حكيناهم زي السيستمك سيركوليشن عشان هيك دائما في شويه فلتريشن اكثر من الري ابزوربشن ماشي عشان هيك شو اللي بصير في عندكم الليفتك فيزل اذا شيء رشح اكثر شوي من اللي رجعته إذا انا بمعظم اللي بطلعه ب... بيعمل فلتريشن برجعه بعمل له ري ابزوربشن عشان هيك ما بضل الا شويه سائل في الانترستيشن سبيس وهذا اللي بضل مين برجعه بترجعه اللي هي الك... إذن ال... اذا سوري الليمفاتيك فيزلز او الليمفاتيك اذا دائما لازم تعرفوا انه تقريبا في عندي شويه نت فلتريشن برشر اعلى شويه من الـ من الري so ففي كونتينوس فلو السائل زي ما انتم شايفين هون بيطلع وين؟ في شويه سوائل رح تتراكم في الانترستيشال سبيس ماشي؟ هلا ال وول انتبهوا عليهم هلا ممكن بين الالفيولاي في مجال انه السائل اللي موجود عندكم في الانترستيشال سبيس زي ما انتم شايفين يرجع يفوت ما بين الالفيولاي ويروح على جوا الالفيولاس يعني يصير هلا اللي لازم تعرفوه انه انا اي سائل بحاول يتراكم هون شو اللي بصير فيه الليمفاتيك سيستم شو بيعمل فيه يلا بسحبه, بسحبه. ايوه بيرجعه عشان هيك بنضلنا نقول هاي المنطقه بنقدر نقول انها الالفيولاي ار كيبت دراي ليش لانه السوائل شو بتعملوا فيها امم وين بتروح بترجعوها عن طريق الليمفاتيك سيستم بترجعوها للسيركوليشن انتبهوا معي على الصوره هون حتى اللي شت فيكم يرجع معي كمان مره لانه هاي مهمه لقدام عشان تعرفوا الغاز اكسشينج هاي الالفيولاس وهي الإنترستيشن سبيس وهي الكابيلاري في فورسز بتحاول تدفع تعمل فلتريشن وفي فورسز بتحاول ترجع هاي وهاي وهاي مع بعض هذول قوه ايش فلتره وال28 لحالها فقط قوه سحب حسبنا قلنا اللي بفلتروا اللي بيعملوا بهذا الاتجاه 29 واللي بيرجعوا 28 فعندي شويه فلتريشن اكثر من الري يعني على الأرتيير اند اوف ذا كابيلاري معظم اللي فلترتوه بترجعوه على الفينس اند ما عندي مشكله طب واللي ضلوا هدول شوي صغار هدول اللي بيضلوا شو بتروح بتعمل الليمفاتيك سيستم بيرجعهم ليه؟ لو جيت قلت لكم زادت الفلتره كثير عن الري شو بصير في السائل؟ وين بده يتراكم؟ هون في الانترستيشال سبيس الليمفاتيك مش قادر يرجع فبتدخلوا في بالموناري ايديما طب كيف شو بده يصير في الجاز اكسشينج الهواء اللي هون فيه رح يصير في صعوبه في, في التبادل اه بده يجي يمرق بدي يمرق هاي المسافه بده يمرقها عشان يروح لوين للبلاد لما يكون في هون فلويد كثير شو بصير في الاكسشينج بده يقل والس... والعكس صحيح كمان للسي او 2 اللي جاي من هون برضه بده يروح باتجاه الالفيولاي رح تقل كمان إذا أنتوا كثير زاد الفلويد تعرفوا شو بصير جوا الألفيولاي نفسها بصير السائل يفوت ماشي وبرضو هذا بقلل أكثر وأكثر الجاز إكسشينج عشان هيك ديروا بالكم على الفورسز هدول الأصل قوى الفلترة تقريبا زي الري أكثر شوي طب وهدول شوي اللي أكثر أنا كيف بعمل برجعهم عن طريق اللي هو الليمفاتيك سيستم فعشان هيك تعالوا شوفوا كيف الكلام واحد اذا انت بنيت فكره صح بتكمل الباقي فالبلموناري ايديما شو معنى بلموناري ايديما اكوميليشن للفلود في اللنج انترستيشال سبيس ليش تطلعوا لو جيت قلت لكم شو شو اللي بيعمل كيف بده يصير عندكم بلموناري ايديما اعطوني مسلمه قبل ما تقولوا لي المرض الفلاني اي شيء شو يعمل يزيد ايش على حساب ايش الفلتريشن, الفلتريشن على حساب الابزوربشن ال أيوة زيدوا هيك هيك بتكونوا أنتم ماشيين صح أي شيء يزيد الفلتريشن على حساب الإيش الأبزوربشن يعني بتزيدوا الهيدروستاتيك بريشر اوف ذا pulmonary كابلري بتزيدوا النيجاتيف انترستيشال بريشر بتزيدوا الانكوتيك بريشر اوف ذا انترستيشال سبيس بتقللوا الانكوتيك بريشر اوف ذا بلد اي واحد فيهم شو بيعمل بيروح بيعمل هذا الحكي يعني جيت قلت لك كيف الهارت فيلر بيعمل بالمونري ايديما بيجي بتقولي فشلت الليفت سايد اوف ذا هارت شو صار الليفت اتريوم طلع ضغطه البلمونري هيدروستاتيك بريشر دي يطلع ضغطهم لأنهم بحاولوا يرجعوا الدم على الليفت سايد اوف ذا heart ومش قادرين فزدتوا الهيدروستاتيك بريشر زادت الفلتره اثنين مريض عنده ليفر فيلر فيش بروتين فالانكوتيك برشر قليل زي ما موجود في السيستمك سيركوليشن زي في البلمونري فبرضه فيش قوه سحب وبالتالي صارت قوه الفلتره اعلى برضه زادت الأكوميليش، زاد الاكوميليشن زاد او ان هالفلتره في فلتره وفي ري صحيح لكن المشكله في لينفاتيك اوبستراكشن وبالتالي السائل بتراكم اللي بضلوا هدول شويه للاصل لازم اللمفاتيك يرجعهم صاروا كل شويه يتراكموا اكثر واكثر ليه لانه اللمفاتيك مش عماله بيرجعهم لكن مع ذلك في ال في شيء بنسميه اللي هي سيفتي فاكتور، شو هو السيفتي فاكتور؟ وجدوا انه البلمونري فيزل مش بالساهل تعمل بلمونري ايديما، يعني بتقدر تتحمل ضغوط العاليه وخصوصا اذا كان الاليفيشن في البلمونري بلاد فيزلز برشر يعني على كرونيك ستيج، يعني مش انتم بشكل يعني مثلا واحد عنده هارت فيلر عنده اصلا كوروناري هارت ريزيز من فتره وشوي العضله شوي شوي عم تضعف وبالتالي الضغط عم بطلع في اللفت اتريم وبالتالي في فيزلز بشكل تدريجي هون البلمونري فيزلز ممكن تتوسع شوي وتعمل اكوموديشن لهذا الاليفيشن في البرشر بدون ما كثير تعمل زياده في الفلتريشن لكن السيفتي فاكتور هذا بيكون اضعف بالاكيوت سيتنج يعني اذا انتم مثلا مريض ما عنده اي شيء فجاه دخلتوه مثلا في ماي كارل الانفارشن ودخل في صدم اكيوت هارت فيلر. هنا انتم الفيزلز ما كانت متعوده على ضغط عالي ورحتوا رفعتوا البرشر فيه فمباشره ممكن تعمل بالمونري ايديما. لكن مع ذلك عندها سيفتي فاكتور مش اي برشر بخليها تعمل ايش بالمونري ايديما. يعني ممكن يرتفع الضغط كثير قبل ما هي تبلش تعمل ايش بالمونري ايديما. لكن اهم إشي تعرفوا لي الفاكتورز اللي موجوده عندكم. كمان غير ال 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 interstitial space بدنا نحكي كلمتين صغار عن البلورة. شو هو البلورا متذكرين شو هو البلورا وين موجود البلورة؟ هي السبيس space بين ال برا اللي هم... هو ال ال البلورا الكبتي او البلورا space بين ال parietal لاير تبعت البلورة. هو potential space شو قلنا فيه small amount من ايش الفلويد سرس فلويد اللي هو جزء من الاكسترا فلويد شو وظيفته البلورا؟ انه يمنع الفريكشن نعم بتعرف بتعمل انسبايريشن اكسبايريشن بزيد حجمها وبكل حجمها فحتى يقلل ايش الاحتكاك هلا البلورة فيه فيه فتحات عشان هيك ممكن تصير عمليه انه بترشح كميات من سوائل يعني من الأنترستيشن فلويد تروح للبلورا سبيس وتحمل معها شويه بروتينات عشان هيك بيكون شوية ميوكويد النيتشر البلورة هلا في برضه زي ما في الانترستيشال سبيس يا جماعة البلورة برضه فيه ليمفاتيك فيزل شو بيعمل؟ أي فلويد يحاول يعمل أكوميليشن في البلورة شو بروح بعمل الليمفاتيك فيزل؟ آه ري اه بيعملوا ري ابزوربشن برجع تورد عشان هيك دائما الليمفاتيك عامل سكشن في المكان هذا نفس ما حكينا في الانترستيشال سبيس في البلورة لازم البلورة ضغطه شو يكون؟ نيجاتيف عشان هيك وجود الليمفاتيك سيستم طب تخيلوا سكشن بلورا محاوط اللنج بعملكم عشان ارد ما تنسوهوش لانه هدول كثير يعني شغلات مهمه وبتعنين انه ممكن تتغير بشكل بسيط وبالتالي تروح تعمل لي مشكله على اللنج تخيلوا هاي كل اللنج ماشي هون وهذا البلورا هي موجود هون هيك لافف حواليها في هذا السبيس هذا البرشر هون نيجاتيف شو بيعمل على الجدار هذا؟ بضغط عليه لجوا ولا بسحب ولا برا؟ قلنا نيجاتيف بريشر سكشن بريشر شو بيعمل؟ يلا نيجاتيف بريشر برا اه بسحب ولا برا فتطلعوا هيك اتجاهي انا فشو بيعمل يعني؟ بمنع تخيلوا هاي اللنج لو طب لما تيجي تسكر اللنج لما تيجي تعمل اكسبيريشن هذا بضل نيجاتيف تذكروا اول جراف اخذنا قلنا في الاكسبيريشن والانسبيريشن البلوره دائما نيجاتيف بس الفرق انه في الانسبيريشن بصير نيجاتيف اكثر في الاكسبيريشن بيرجع للنيجاتيفيتي اللي كان عليها هلا هذا قوه السحب الموجوده هون مهمه لإن اللنج لو حاولت تعمل كولابس بدها تضم على حالها شو بيعمل البلورا بالنيجاتيف بريشر اللي فيه بيفتحها عشان هيك ديروا بالكم هدول اشياء تنسالوا عليها النيجاتيف بلورال بريشر الريزيديوال فوليوم اللي حكيناهم قبل الترانس بالمونري بريشر السيرفكتانت هدول مواد بتمنع انها الالفيولاي ال واللنج بالتالي تعمل كولابس طيب لو اجيت قلت لكم سكرت الليمفاتيك سيستم ماشي شو بصير هون شو بصير بالفلويد اللي هون ممكن يزيد ويتراكم اه بصير يتراكم تنين عملت للمريض اكلت ضربه المريض ضربه وصار يتصل المنطقه البلوره مع الاتموسفير فصرت اجمع هون هواء يعني قبل شوي جمعت فلويد هون جمعت هواء ممكن اجمع كمان نتيجه الانجري ممكن بلود شو بصير في الضغط هون بضل نيجاتيف لا ببلش يزيد ببلش يزيد وبصير بوزيتيف بريشر طب شو بيعمل على اللنج بصير يضغط عليها لجوا اه بضغط عليها للداخل وتصير بدل ما يساعدها في انها تفتح بالعكس بيساعدها بتصير انها بتعمل لانك كولابس عشان هيك قلنا اذا وجود نيجاتيف بريشر كثير مهم طالما هو نيجاتيف بضل بشكل انه قوه تمنع الكولابس اذا صار بوزيتيف بريشر بصير العكس بصير قوه مالها انها تزيد الكولابس عشان هيك وجود نيوموثوركس هيموثوراكس فلويد بلورال افيوجن يعني صار في سوائل كثير فيها هون مشكله بصير انه بزيد الريسك للكولابس الموجود عندكم عشان هيك تطلعوا زي ما حكينا هناك بالمونري ايديما بالمونري ايديما accumulation للفلويد في ال interstitial space of سبيس اوف ذا to any تو اني فاكتور ذات ويل انكريز الفلتريشن ايش to تو uh, الابزوربشن في البلورال افيوجن وين الاكوميليشن للفلويد وين موجود في <applause> <البلوريس> في <الفلوديس. تصفيق> نعم في السبيس في حوالين اللونج، شوفوا من الحكي اللي انا حكيته كله شو الاسباب كيف بده يصير اكيوميشن للفلويد اما بتعملوا بلوك للليمفاتيك درينج فبالتالي هدول السمول اماونت من الفلويد اللي كانوا في البلورال سبيس وقلنا بنمنع الاكيوميشن لالهم بالليمفاتيك سيستم بصيروا يعملوا اكيوميشن او صار ترشح كميات كبيره من الفلويد ل لجوه البلور سبيس نتيجه ايش؟ Extreme high peripheral and pulmonary capillary pressure زاد الكابيلاري هيدروستيك بريشر او قلل البلازما كولويد اونكوتيك بريشر ماشي او بدكم تضيفوها بس هاي لانها برضه بتزيد عمليه الفلتره والبلم يعني الكابيلاري بيرميابيلتي بيرمي اللي هي الانفكشن والانفلاميشن ماشي فممكن تخلي يصير عندكم ايش؟ أكوميليشن للفلويد عشان هيك قلت لكم دائما كلمه اديمه وين ما اجيب لكم ياها تعني قوة فلترة اكثر من قوة ريابزوربشن يعني زيدوا هيدروستاتيك بريشر زيدوا الانكوتيك بريشر في الإنترستيشن سبيس قللوا الانكوتيك بريشر اوف ذا بلاد زيدوا البورز خليها تصير تمرر مواد اكثر وبالتالي بتروح بتعمل ايديما لانها بتصير تطلع المواد من الكابيلاري باتجاه الإنترستيشن سبيس او باتجاه سبيس زي البلورا اذا انا بحكي او بريكاردر ديجن زي ما حكينا وين بالهارت ماشي طيب في اشي حدا فيكم عنده اي سؤال عن اللي انا حكيته لهون ماشيين كل شيء تمام بس دقيقه اه تمام دكتوره هلا درجوا دماغكم معي شو عملنا اول اشي وصلنا الهواء قلنا في inspiration expiration شو الميكانيزم اللي مسؤولة عنهم تنين عملنا الفيولر ventilation قلنا بدنا نشوف قديش كمية الهواء اللي بدها توصل لوين لجوا الالفيولاي كمان وصلنا بلد حوالين الالفيولاي اللي هن مين عن طريق البلمونري فيزلز قلنا ضغوطهم منخفضه والريزستنس عندهم قليله في كود فلو عليهم وفي عندي البالون كابيلاريز عامله وكانها آ آ شيث حوالين الالفيولا هلا بدي اوصل للنقطه اللي وراها اللي هي جبت الهواء وجبت البلاد هلا شو بدكم تعملوا اكستشينج <applause> نعم، بدي أحرك المولوكيولز، بدها تنتقل يا إما الجازز من البلاد باتجاه الألفيولاي أو بدي أحركها وين بالعكس من الألفيولاي من الألفيولاي باتجاه البلاد، ماشي؟ هلا. <applause> بشكل عام الجازز أشياء بتعرفوا شو مالها دائبة في الليبد، صح؟ الأوتو 2 2 عشان هيك حركتها لا بدي ناقل ولا شيء عن طريق الممبرين، ماشي، بتنتقل ما في عندها أي مشكلة، ماشي؟ عشان هيك بتتحرك عن طريق اللي هو الدفيوجن، شو هو الدفيوجن؟ راندوم موشن للمولكيولز ماشي؟ رح تمشي من خلال تعبر من جدار الألفيلاي للبلاد أو العكس. لو قلت لكم أنا عندي هون اختلف إنه طب أول سؤال شو اللي بيخلي حركة المولكيولز في الدفيوجن تكون أسرع؟ يعني مثلاً من كومبارتمنت A ل كيف بتخلوها أسرع؟ كل ما زاد إيش؟ يلا يا صبايا الدفيوجن كيف بنتقل المولكيول من مكان لمكان احسن شيء عشان تنقلوه اسرع شو لازم يكون حسب الكونسنتريشن <applause> <فرق> التركيز التركيز <applause> يعني كل ما كان فرق التركيز اعلى بنتقل اكثر تنين المساحه اللي بده ينتقل عليها اذا اعطيتوه سيرفيس اريا اكثر للديفيوجن بده ينتقل اسرع الحرارة إذا رفعتوا شوي درجة الحرارة ماشي قللتوا المسافة اللي بده يقطعها لأنه كل ما زادت المسافة بقل لأنه بده وقت أطول هلا بس من اللي حكينا اللي هو مبدا التركيز فرق التركيز بدنا نضيف شغله صغيره لانه انا بحكي عن غازات فبدي اضيف كلمه بارشل بريشر لانه الغازات اكثر ما بحكي تركيز شو بحكي عنها فرق ضغط طبعا بدل هو فرق الضغط رح يعتمد كمان على فرق التركيز يعني من وين جاي اصلا الضغط وهو من تركيز الغاز الموجود موجود عندكم هلا كل ما زاد فرق الضغط شو بصير في الديفيوجن بصير اسهل اه بصير اسهل ماشي واسرع عشان هيك في شيء اسمه ايش آه بارشل بريشر شو البارشل بريشر يعتمد على تركيز الغاز وعلى ذائبيته ماشي طبعا كل ما كان الغاز الغاز ذائب اكثر البارشل بريشر له بقل عشان هيك البارشل بريشر ماذا يساوي الكونسنتريشن للديزولف غاز على السوليوبيليتي ماشي هلا انتبهوا بس معي اخذنا الاكسجين شوفوا الكربون دايكسايد الكربون مونوكسيد، النيتروجين والهيليوم. طبعا اكثر شيء بيعنوني هدول انا الاكسجين والكربون دايكسايد والمونوكسيد لانه هذا شيء سام رح ناخذه لقدام اللي هو اول اكسيد الكربون في الاحتراق غير الكامل. طلعوا على هذا قديش اللي بريشر عنده. او 24، طب الكربون دايوكسيد. 57% نعم، عشان هيك طبعا إذا كل ما كان عندي بارشري برشر أعلى شو حكينا قلنا بتصير إيش الـ فرق الـ كل ما زاد فرق يعني البارشري برشر شو بصير في نقل الغازات بتصير أسرع هلا اللي بدي أقول لكم إياه إنه سوري هذا مش البارشري برشر هاي اللي هي ذائبية الغاز هلا بس اللي أنا هاي اللي بدي أوصلكم إياها هي, هي هاي هلا البارشل بريشر للأوتو 2 اعلى من البارشل بريشر للسي أوتو 2 ليش لانه الأوتو 2 شو ماله ذائبيته قليله ماشي طب لو جيت قلت لكم ك آه... كديفيوجن ماشي اذا اذا الغاز ذائب كتير بتساعده على الديفيوجن ولا لا لا بتقلله لا بالعكس بتساعده ليش بيمشي من خلال السوليوشن الموجود عندكم واذا ضغطه عالي برضه بيساعده عشان هيك ديروا بالكم سواء كان هو استفاد يعني مثلا الاو 2 الاو 2 ذائبيته قليله لكن شو صار في البارشل بريشر تبعته اعلى فبالتالي رح يساعده بالدفيوجن على حسابي تبعتي بما انه بحسب الكونسنتريشن على السوليبيليتي عنده قليله بالتالي البارشل بريشر بيطلع عنده عالي فالأوتو 2 بيستفيد من الفرق انه عنده بارشل بريشر عالي هذا بيساعده على الدفيوجن الأكس الكربون دايوكسيد لا الكربون دايكسايد البارش اللي بريشر له منخفض ليش؟ لانه السوليبيليتي كوفيشن تبعته شو مالها؟ عاليه ذائبيته كثير عاليه لكن برضه مع ذلك بيستفيد منها في الديفيوجن فالتنتين حركتهم سريعه سواء الأوتو 2 ولا السي او2، الاو2 استفاد من ال... من ضغطه العالي السي 2 استفاد من ذائبيته العاليه حتى لدرجه السي او 2 على فكره الذائبيه كثير بتاثر اكثر من البارشل بريشر يعني لانه كثير ذائب بسرعه بنتقل فعشان هيك سرعه انتقال السي او 2 اعلى كثير من من الاكسجين لكن الاثنين استفادوا منهم ماشي هلا اللي بلشت احكي فيه انا وياكم قبل شوي الديفيوجن للجازز بدها تكون بين شغلتين بجوا الالفيولاي اللي فيها هواء تروح للبلد اللي موجود جوا السيركوليشن عشان هيك بدها تكون على شكل غاز في الالفيولاي وبعدين بدها تصير على بشكل ديزولف فورم في ايش في النت فيوجن ال قلنا يعتمد على فرق ال البريشر بين الجهتين كمان النت ريت الديفيوجن يعتمد على السولوبيليتي كمان يعتمد على الكروس سكشن اريا الديستانس المولوكيلار ويت والتمبرتشر هدول ضروري تعرفوا كل وحده فيهم تناسب طردي ولا عكسي واحد البريشر ديفرنس بزيد النت ريت للديفيوجن ولا بقلله كل ما زاد بيزيدوا يعني اذا طرديا يلا السوليوبيليتي للغازز بس بزي... انا بدي اسال عنها بدي اسال آه. عن السوليوبيليتي لانه حكيت لانه احنا يعني هي في المقام حكيت تناسب عكسي بس لما حكينا عن السي او 2 انه عنده سوليوبيليتي اعلى فانه شو اسمه بزيد لل... الديفيوجن طب كيف اه ما هو اسمعيني تطلع كيف آه سلسبيل هلا انا في المسلمه الاولى اللي هي شغل البارشل البرشر ماشي البارشل برشر عكسي مع السوليوبيليتي يعني اذا هو ذائب كثير ما بعطي ضغط لكن اذا مش ذائب بصير ضغطه عالي هلا الاو2 مش ذائب كثير فالبارشل برشر له عالي السي او2 ذائب كثير فالبارشل بريشر له منخفض هاي وحده ماشي اثنين شو تاثير البارشل برشر والسوليوبيليتي على الديفيوجن زدت البارشل بريشر ولا زدت السوليوبيليتي الاثنين كعوامل بيساعدوه يعمل ديفيوجن عشان هيك الاو2 بسا... شو اللي بيساعده على الديفيوجن عنده بارشل برشر طب وال... والسي او 2 اللي بيساعده على الديفيوجن السولوبيليتي تبعته واضح كلامي اه اه تمام هلا هن بارشل برشر مع سوليبيليتي كوفيشنت علاقتهم عكسيه لكن مع الديفيوجن زدت السولوبيليتي للغاز ولا زدت ضغطه بارشل برشر له الاثنين بيساعدوا على الديفيوجن فكل واحد منهم هدول الغاز بيستفيد من شيء من صفه من هاي الصفات عشان تساعده على الديفيوجن هلا كمان الكروس سكشن اريا للمنطقة اللي بده يعبر فيها الكروس سكشن اريا المقصود فيها السيرفس اريا اللي بده يعمل عليها الدفيوجن كل ما زادت السيرفس اريا اه يا دانيا شو بصير في الدفيوجن؟ بزيد الدفيوجن بزيد الدفيوجن كمان الدستنس هلا هون ديروا بالكم الدستنس اللي بده يقطعها المولكيول شو بتعمل يا دانيا؟ اه هي تناسب عكسي صح؟ اه نعم ليه؟ لأ لأنها هاي مسافة هاي هلا رح ناخذها لقدام بعتبرها ثيكنس دكتورة هي هاي المسافة بتكون بين الكابلري والالفيولاي أيوة اللي هي هون بدي أرجعها طلعوا عشان هيك قلت لكم هاي الصورة مهمة طلعوا كلكم معي هون هاد إذا أنا أخذت هيك هاي كلها ولا هيك هاي السيرفس اريا هاي قديش والله بيعمل من هون ومن هون ومن هون كل هاي الأماكن بيعمل فيها اكسشينج فجود لكن اسمعوا هاي المسافة اللي مثلا يطلع من هون ويروح لهذا للالفيولاي او من الالفيولاي يروح للبلاد هاي شو مالها؟ اسمها ديستنس او راح يسميها الثكنس اللي بده يقطعه ماشي؟ هذا هذا كل ما زاد تطلع مثلا يجي من هون لهون ولا تكون المسافه مثلا من هون والكابلري جاي هون، كل ما زادت المسافه شو بصير في الدفيوجن؟ رح يقل رح يقل بده وقت اطول لانه لا يمشي، فعشان هيك انتبهوا عليها. كمان المولوكيلار ويت للغاز، كل ما كان المولوكيلار ويت اعلى بكل الدفيوجن نعم nah التمبرتشر عادة في جسمي ثابتة بس لو رفعتوا شوي درجة الحرارة شو بتعمل بالديفيوجن؟ بتزيد اه بتزيد الدفيوجن <تن> ليه؟ لأنها بتزيد الكاينتيك موشن تبعت المولوكيول وبالتالي بتزيد قدرته على الحركة. طبعا هدول كثير مهمات هيني بقول لكم إلا أجيب لكم فاكتور زي الحسابات حس هاي ما بجيبش الحساب نفسه بس بجيب لكم شو الفاكتور في الجاز اكسشينج زي ما راح أجيب لكم اللي هن الفورسز تبعت الدفيوجن انه مين بتزيد السوري الفلتريشن مين بتزيد الفلتره على حساب الريابزوربشن او العكس عشان هيك هون اخذ معادله هاي مهمة جدا علشان ما تنسوا كيف كل وحدة فيهم العلاقة مع طردية ولا عكسية. دي اللي هي الدفيوجن ريت ماذا تساوي؟ دلتا بريشر يعني الفرق في الضغط بين التو بارس اللي بده ينتقل منهم الغاز مضروب في السيرفس اريا مضروب في ايش؟ السوليوبيليتي. وين سلسبيل؟ اه هاي دكتورة اه يا سلسبيل شفتي وين حطيتهم فرق البرشر والسيليوبيليتي بحطهم هون في البسط عشان هيك هاي مع هاي او هاي مع هاي مالهم تناسبهم طردي بغض النظر هاي لو اجيت سالت الدلتا برشر سوري البارشل برشر لحاله مش الدلتا مع السيليوبيليتي عكسي ماشي للجازز هاي لكن هي مع الدفيوجن انا بتعنيني شو بتعمل مع الدفيوجن التنتين طرديات مقسوم على الديستنس اللي بدكم تقطعوها بضرب في ايش برضه في المقام اللي هو الجذر التربيعي للمولكيولار ويت عشان هيك كل ما زاد فرق الضغط زادت السيرفس اريا او زادت السوليوبيليتي بزيد الديفيوجن ريت لهي المولكيولز بالمقابل كل ما زادت الديستانس اللي بده يقطعها او المولكيولار ويت للمولكيول هاي شو بصير في الديفيوجن الديفيوجن ريت رح يقل هلا عشان هيك تعالوا نشوف في مصطلح بدنا نستخدمه اسمه الديفيوجن كوفيشنت ماشي هي عباره عن ايش الريليتيف ريت قد ايش الديفرنت جازز هذول اذا عندهم نفس البارشل بريشر ممكن يعملوا اه 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 ديفيوجن يعني هلا اطلعوا بس هون شو اخذ لكم الديفيوجن كوفيشنت طلعوا شو اخذ السوليبيليتي على ايش على المولوكيولر ويت هذا الكوفيشنت بس برضه بدي ارجع لسلسبيل عشان سلسبيل تفهم النقطة اللي هي سألتني عنها. طلعي يا سلسبيل. شو الديفيوجن كوفيشنت؟ Relative rate at which different gases at the same partial pressure. شوفي شو ثبت هون. البارشال pressure. عشان ياخذ بايش بعين الاعتبار. الملكيال ويت. اه والذائبيه. و... اه والذائبيه. آه. عشان ياخذ بعين الاعتبار الذائبيه اللي هي هي هاي هسل... ال... ال... المولكيولار لانه الديفيوجن كوفيشنت تساوي السوليبيليتي على المولكيولار ويت طلعوا قديش الديفيوجن كوفيشنت للغازات الاكسجين اعتبره كريفرنس أعطاه رقم واحد طلع يا سلسبيل الكربون دايوكسيد 20 آه، 20 ضعف الاكسجين يعني اذا بتعملوا نفس فرق بريشر بين تو كومبارتمنتس يعني بين الالفيولاي خلينا نحكي والبلد فرق برشر واحد يعني سواء كان للأكسجين ولا الكربون دايوكسيد مين رح يعمل ديفيوجن اسرع كربون دايوكسيد اه ب 20 مره ضعف الاكسجين طبعا لدرجه في التجارب في الكالكوليشن صعب تحسبوا الديفيوجن ريت بيعملوا له فقط استيميشن للكربون دايوكسيد بمقارنته في الاكسجين لانه ذائبيته عاليه على السريع بيعمل ديفيوجن نشوف الباقيين الكربون مونوكسيد ديفيوجن له اقل شوي النيتروجين اقل واقل والهيليوم اقل واقل ماشي هلا اذا انتبهوا عليهم هدول قلت لكم نت ديفيوجن ريت بتقولوا لي حسب المولكيول مولكيولار ويت الديستنس كل هذا الكلام ديفيوجن كوفيشنت معناها انا بدي اخذ في عين الاعتبار السوليبيليتي والمولكيولار ويت كل ما زادت السوليبيليتي وقل المولكيولار ويت الديفيوجن كوفيشنت بتزيد الاكسجين عنده اعتبرناه كريفرنس اعطيناه رقم واحد الكربون ديوكسيد عنده ديفيوجن كوفيشنت عاليه جدا لانه ذائب جدا ماشي عنده ذائبيه عاليه فهو 20 ضعف الاكسجين طبعا رجعنا هون للسطح انه بقولكم لما يمر في الليبد وهذا الحكي احنا حكيناه تنسوش انهم الاوتو والسي او2 ليبيد سوليبل فبيعبروا جدار الالبيولاي وجدار الاندوثيليال سيلز اوف ذا بلد فيزل بسهوله لانهم ذائبين، ماشي؟ وبالتالي هدول هنا العوامل اللي اكثر انا بدي اتحكم فيها اللي هي الديستانس والسيرفس اريا وكل هذا الكلام هو اللي راح ياثر اكثر على النتريت اوف ديفوجن اكثر من ايش؟ من ذائبيتهم. تعالوا ناخذ التيبل هذا ماشي هلا هون رح اقول لكم شو اللي بالضبط انا بطلبه منكم آه تعرفوه طلعوا هذا الاتموسفيريك اير شو يعني ضغط يعني الهواء بطل الجو اه يعني من الهواء اللي هو جايب لكم تاخذوه في ايش هذا في ال اكسترنال انفايرمنت اه يعني باخذوا الاكسترنال انفايرمنت اعمل له انسبايريشن شو في عندكم طلعوا بنعرف احنا اكثر شيء في شو في عندنا؟ انه او 2 سي او 2 نيتروجين ماشي؟ طبعا هون قديش الضغط لهم وهون قديش نسبتهم؟ قديش عندكم اكسجين في الجو؟ 21% معروفه 20 و84 هون حاطط لكم اياها والجزء الاكبر من الغاز الموجود في الـ يعني الاكسترنال اير يعني اللي هو في الانفايرمنت هو نيتروجين قليل جدا اللي هو السي او 2 في عندكم كمان الاتش 2 او وبنعرف احنا التوتال بريشر قديش؟ 760 هذا اذا انتم على وين على مستوى سطح البحر هلا ش... هون شوف اول وحده بحكي بس اول جزء من التابل وبعدين بطلعكم لانها صارت الا عشره شو معنى هوموديفايد اير متذكرين الهواء لما بفوت على التريكيا قلنا بمر في ال... في النوز بيعمل له عمليه موشترينج وبيعمل له كمان هوموديفيكيشن وكمان بيعمل له فلترشن هلا اللي بدي اقول لكم اياه لما يفوت الهواء على التريكيا التريكه بتعمل له عمليه هوموديفيكيشن يعني بتضيف له بخار الماء بتضيف ايش بارشل بريشر لا h 2 o اللي هون كان 3.7 هون صار 47 فشو اللي بيصير في البارشل بريشر او نسبه هاي المواد ضفتوا انتم بخار مي شو بتصير بنظركم والتوتر رح يضل 760 شو بتعمل بخار المي اللي بتضيفوها بتعمل ديليوشنال ايفكت فمثلا هذا كان نسبته 78 قديش صار نسبته 74 هون كان 20 صار 19 19 هون شوي مش كثير تغير لانه اصلا هو قليل هاي الميه كانت نسبتها قليله شو صارت زيد لانها اصلا بخار ماء اه وهون سو... التوتال ده زي ما هو 760 والنسبه 100% ماشي طبعا بتقدروا تقولوا كنسبته او بتقدروا تقولوا كتركيز كبارشل برشر 597 هون صار 563 واربعين هلا هون اللي بدنا ناخذه المحاضره الجاي بكفيكم كثير حسيت اعطيتكم شغلات اليوم اللي هو شو بصير في هذا الهواء كنسب اللي موجوده عندكم هون او كباشر برشر لما بدي اوصل للالفيولاي او بدي اخذ الهواء اللي عامل اكسبيريشن بدون ما اطلع على التيبل لما يوصل الهواء للالفيولاي شو لازم يعمل كل الاكسجين ويزيد السي أيوه. او 2 ايوه هذا اللي بدي اياه هذا اللي راح تشوفوه راح يقل الاكسجين لانكم راح تعطوه للبلد وشو راح يصير في السي او 2؟ بده يرجع نعم مزيد. رح يصير في نعم رح يطلع مع الهواء اخر نقطه اللي هي الـ expired اير شو يعني اللي هو الاكسبايريشن هلا بس اللي بدي اقول لكم اياه تذكروا للمحاضره الجاي لما بتعملوا اكسبايريشن مين بتطلعه اول؟ اول الهواء وين بيطلع؟ اللي موجود اسمعوا شو بسالكم عشان تعرفوا. مين بيطلع اول شيء؟ الهواء اللي موجود مثلا في التريكيا في الرايت مين برونكاس ليفت مين برونكس ولا في الالفيولاي؟ مين بيطلع اول؟ اللي في التريكيا التريكيا اه، شو ماله هذا اللي في التريكيا؟ هذا عمل اكسشينج؟ لا لا، فاول ما بتطلعه بتطلعه الديد سبيس خلوهم هدول في بالكم للمحاضره الجاي، انه انا لما بعمل اكسبايريشن بطلع اول شيء ديد سبيس، بعدين بطلع اللي كانوا عاملين اكسشينج اللي هن وصلوا لوين؟ الألفيولاي ماشي؟ راح اوقف هون، يعطيكم العافيه. ما بدي اخذ حضور وغياب بتقدروا تغادروا. يعطيك العافيه دكتوره. الله يعافيكم.